مشاهدينا ومكتوب صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معنا من خلال برنامج صباح الخير. هذا برنامج صباحي الخدماتي لكل افاده كل استفاده، لطلع عليكم عبر قنوات التلفزيون الجزائري في كل صباح من الان الى غايه العاشره بتوقيت الجزائر عبر قنوات التلفزيون الجزائري كما سبق وقلت، الارضيه والجزائريه الثالثه. راح نكون معكم بمختلف الفقرات، المواضيع، الاركان، وحتى الاطلاله الصباحيه لمختلف الوجوه الاعلاميه اللي تخدمكم بمختلف الفقرات. راح تكون عندنا جوله 100% سياحيه بالاضافه الى جوله في الشبكه العنكبوتيه. حديث ايضا راح يكون عن الشباب ومواضيع اخرى اكيد راح تهمكم من خلال برنامج صباح الخير يا الجزائر. وش رايكم انه تعرفوا على فهرسنا لنهار اليوم؟ والبدايه راح تكون بالسياحه والاسفار. السياحه والاسفار كما تعودنا انه في كل مره تاخذنا اسفار الناس وتخرج بنا في المناطق السياحيه الجزائريه من الشمال الى الجنوب من الشرق الى الغرب. يضرب اليوم الوجهه وين رايحه تكون مع اسماء لوناس. الحديث في هذا الصباح راح يكون على معلم من المعالم التاريخيه الجزائريه متواجده هنا بالعاصمه. امس كنا تحدثنا على دار خداوج العمياء وقصر خداوج العمياء بالقصبه، اليوم راح نتحدث على معلم سياحي اخر وتاريخي اخر، هو معلم مقام الشهيد اللي اكيد انه كل واحد يجي للعاصمه الا وانه يعني يلمحوا لانه موجود نقدر نقولوا على مستوى قمة ومرتفع. أكيد أنه كل واحد يجي للعاصمة راح يشوفه. أسماء الناس حتاخذنا في هذا الجولة، حنروح بنا إلى مقام الشهيد. جولة سياحية بأحد المواقع السياحية التاريخية بالجزائر العاصمة برياض الفتح. وإلى مقام الشهيد ستكون الوجهة والجولة والجولات مضمونة مع الاكتشاف أقول والجولات الشبابية في شباب نهار اليوم. يضرى وراح يروح ياسين الخلجات وراح يخرج معهم في هذه الجولات والاكتشافات، راح نشوفوها في فقرة شباب لنهار اليوم. في ركن شباب لهذا اليوم نتعرف على شابات مدينة تمنغاست من خلال جمعية إمزاد. نبقى في مدينة تمنغاست وتراثها الأصيل ووجهتنا فرقة تاكوبا الشبابية. من مدينة تمنغاست نحط الرحال إلى قسنطينة عاصمة الثقافة العربية للتعرف على الشاب يوسف عشوش حرفي في صناعة النحاس. بالإضافة إلى جولة في قنوات التلفزيون الجزائري من خلال فقرة تشاهدون، واليوم نتعرف على برنامج خاص بقناة كانال جيغي وش حيكون عندهم خلال الأسبوع، بالإضافة إلى فقرة احتياجات خاصة وين رايحين نروح بكم في لما لا الحديث عن مدرسة الصوم البوكم بتليملي، ونحن نتعرف عليها ونتعرف على أقسامها والتخصصات اللي موجودة في هذا المدرسة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. لكن بالبداية راح تكون بفقرة سلوكيات الدكتور عماد بن عامر، بعد الفصل نستقبله وإياكم للحديث أكثر عن موضوع نهار اليوم. أكيد أنه موضوع النهار اليوم مهم جدا كما كل المواضيع نطرقوا لها في كل مرة. صباح الخير دكتور. صباح الخيرات والبركات ورحمات. كيف الأحوال؟ الحمد لله لاباس بخير. الله يسلمك أخي يوسف، نورنا.
نور بكم. احنا المرآة نعكسوا فقط النور تاعكم. ربي يحطك طول في عمرك ان شاء الله. اكيد انه في كل مره نتحدث على موضوع يصف دائما في اطار سلوكياتنا اليوميه، علاقتنا الانسانيه، علاقه الانسان بالله سبحانه وتعالى، واليوم موضوع مهم جدا. وهو كذلك اخي يوسف هو شكر النعم، وطبعا نربط موضوعنا اليوم بنعمه عظيمه من الله عز وجل بها على بلدنا وعلى امتنا، وهي نعمة الاستقلال. طبعا حينما نتكلم عن الاستقلال نتكلم عن الضريبة التي دفعت من قبل الجزائريين، وهي ضريبة الجهاد والثورة التحريرية، لأننا على مقربة بالاحتفال بثورة نوفمبر المجيدة، وبالتالي نشكر الله تبارك وتعالى هذه النعمة العظيمة، ونحاول أن نكيفها بحسب ما يوجد عندنا في الدين الإسلامي الحنيف بحول الله تعالى. ونحن تعرفون ممكن على مفهوم النعمة، على كل ما يتعلق بشكر النعم في هذا الصباح. قلت تفضل دكتور. وهو كذلك لك الفضل أخي يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت ربي تجعل الحزن سهلا. سهل اللهم أمورنا يا رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم احفظنا بإسلام قائمين، واحفظنا بإسلام قاعدين، واحفظنا بإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. أما بعد، إخواني المشاهدين أخوات المشاهدات، هذه الوجوه الطيبة وهذه السرائر النقية وهذه الأفئدة المؤمنة الطاهرة، أحييها بتحية الإسلام العطرة وتحية الإسلام السلام. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وصب بكل معاني الخير والمحبة والإخاء في هذا اليوم الأغاني المبارك الفضيل، فصباح الخير عليكم جميعا. من أخي يوسف، حينما نتحدث عن الفاتح من نوفمبر، وسنخصص الحديث عنه غدا بحول الله تبارك وتعالى لأنها المناسبة، وإذا كانت المناسبة لابد أن يكون المقال أو الكلام منسجما مع المناسبة. حينما نتكلم عن ثورة الفاتح من نوفمبر، نتكلم عن هبة الجزائريين، عن هبة الجزائريين لتحرير هذا الوطن. وحينما نتكلم عن تحرير الأوطان أو عن تحرير الرقعة المكانية، هذا لا يعني أبدا بأن التراب أو المكانة أو البلد، يعني من حيث الرقعة المكانية، أن هذا الأمر هو منعزل عن الدين. من بعض المفاهيم المغلوطة يقول لك هذا لا يسمى جهادا، لأن الجهاد لإعلاء كلمة الله، الجهاد في سبيل الله، وكأن الأوطان لا تدخل أبدا في هذه القضية وفي هذه المسألة، وهذا أمر مغلوط، لأن الذي يجاهد أو يكافح من أجل أن يسترد أرض الإسلام هذا من الإسلام، لأنك لا تستطيع أن تفرق بين الدين كدين وبين المكان كمكان. إن لم يكن عندك مكان، أين تطبق تعاليم الإسلام؟ تطبقها في الفضاء، تطبقها في زحل، في القمر، تطبقها في الرقعة المكانية. لذا عندنا في الفقه الإسلامي، لو رجعنا للفقه الإسلامي وهذه مسائل مضبوطة ومسائل دقيقة، هذه في الفقه الإسلامي يقول علماؤنا بأنه إذا احتل شبر، يعني يتكلم عن التراب، شبر من أرض الإسلام، يجب على المسلمين أن يسترجعوا ذلك الشبر. معناها التراب أو المكان داخل في المفهوم الإسلامي وفي التعاليم الإسلامية، لا تستطيع أن تفرق هذا عن ذاك. النبي عليه الصلاة والسلام نعم بمصلحة السيادة، وهو كذلك نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يبني دولة بحث عن رقعة مكانية وهي المدينة المنورة. كل الأرض التي كانت بجوار مكة رفضته، مكة رفضته، والطائف رفضته، وكل القبائل رفضته، استقبله الأنصار. أين استقبله؟ لم يستقبله في الفضاء، إنما استقبله في المدينة المنورة التي كانت تسمى يثرب، في يثرب، وبنى فيها دولة. إذن لا نستطيع أن نعزل التراب وتحرير الوطن والاستقلال عن المفاهيم الإسلامية. لهذه بعض المفاهيم المغلوطة للأسف لبعض طلبة العلم حينما يفرقون بين هذا وذاك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الأمور العظيمة أو الغايات العظيمة أو الوصول إلى النعم، ونحن نتكلم عن النعم، لابد لها من ضرائب، من ضريبة. لا تستطيع أن تصل إلى غاية نبيلة وأنت واضع رجل على رجل، وأنت تحتسي كوب قهوة أو كوب شاي، هذا يستحيل. هذه سنن الله الكونية، هذه قوانين الكون. حتى مع غير المسلمين، إذا أراد شخص أو أرادت مجموعة أو أرادت دولة أو أراد مجتمع أو أرادت أمة أن تصل إلى غايات نبيلة، إلى أهداف نبيلة أو إلى أهداف عظيمة، لأنه في بعض الأحيان قد تكون الأهداف غير نبيلة عند بعض الدول الكبرى المسيطرة والمهيمنة، لكن لابد لها من ضريبة. لا تستطيع أن تصل إلى أهداف سطرتها
الأهداف العظيمة دون أن تدفع ضريبة. نحن عندنا في مع الأمة الجزائرية دفعت الضريبة غالية، وهذه الضريبة كانت من صلب الدين، وهو التضحية بالنفس والتضحية بالمال من أجل إعلاء كلمة الله على هذه الأرض ومن أجل استرداد الحريات. الضريبة كانت كبيرة جدا، لا نستطيع أن نختزلها فقط في ثورة السبع سنوات، وهذا خطأ كبير جدا، وإنما كل ثورة قامت على هذه التربة الطاهرة منذ أن وطئ الاستعمار الفرنسي بلادنا في 1830، منذ أن دخل قامت ثورات هنا وهناك بحسب الممكن بحسب الموجود، لأن الأمور كان الفارق كبيرا بين القوتين، بين قوة الحلف الأطلسي وبين القوات الموجودة في الجزائر. كل هذه الثورات تعتبر جهادا وتعتبر كفاحا من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل استرداد الحريات والسيادة، إلى أن توجت هذه الثورات بثورة منظمة قام بها الشباب المعروفون يعني، وأعلنوها جهادا مباركا وثورة مسلحة، لأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. إذن هذه الضريبة كانت غالية من أجل نعمة كبيرة وغاية عظيمة. هذه الغاية وهذا الهدف العظيم تحقق يعني في 62 طبعا بإرادة الله تبارك وتعالى أولا، ثم بعد ذلك بفضل هذه الضريبة التي دفعها الجزائريون شهداء ومجاهدين وحتى كل أطياف الشعب الجزائري. يعني في بعض الحين لما يعني تطرح قضية من شارك ومن لم يشارك يقول لك حتى الحيوانات شاركت في الثورة، يعني أكرمكم الله الحمير والبغال كانت تحمل عليه يحمل عليها السلاح، كل شيء في هذا البلد شارك في تحرير البلد وفي تحرير الوطن، وبالتالي وصلنا إلى هذه النعمة. الآن النقطة التي نتحدث عنها وهي نعمة هذه النعمة العظيمة وهي نعمة الحرية والسيادة والكرامة، لابد لها أيضا من أمور يعني تبنى عليها ونحافظ عليها، نحافظ على هذه النعمة. أول شيء هو أن نشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، وشكر النعم يحفظها وكفر النعم يزيلها. إذا أراد الإنسان أن يحافظ على نعمة من النعم لابد أن يشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، أما إن كفرها وهنا الكفر يراد به الجحود، ما يعترف بهذه النعمة وما يعترف بنعمة الله تبارك وتعالى يسمى كفران النعمة، كفران النعمة يزيلها. إذن أول نقطة هو أن يشكر الجزائريون هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على هذه الأمم. الأمر الثاني ألا ننسى جهود من أوصلنا إلى هذه النعمة، وشكر الناس هو من شكر الله. لأن بعض الأحيان لما دير في واحد خير شوف سوء الأدب وش يقول لك، يقول لك هذا خير ربي، هذا من سوء الأدب. هو نعم هو خير الله، ولكن المولى عز وجل سخر ذلك الإنسان لكي يوصل إليك ذلك الخير، معنى تشكر ذلك الشخص لأنه سبب. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الأدب، يقول لك من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لأن بعض الأحيان عندنا سوء الأدب هذا، تشكر المنعم الحقيقي اللي هو الله سبحانه وتعالى وتشكر السبب الذي، لأنه هذا السبب كان قادر ما يعطيها لك شريك أنت يعطيها لواحد آخر نعمة هذه، لكن خيرك أنت، لأن المولى عز وجل ألهمه بأن يختارك أنت. فشكر الناس هذا من شكر الله تبارك وتعالى، فنحن لابد أن نشكر هؤلاء المجاهدين والشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل أن نجلس نحن في هذا المكان. الأمر الثالث وهو مهم جدا وهو أن نحفظ هذه النعم، معناها أن تحفظ الأمة نعمة الاستقلال ونعمة السيادة ونعمة العزة ونعمة الكرامة بكل ما أتيح لها من قوة. كيف نحفظ هذه النعم؟ نحفظ هذه النعم بأن نأخذ بمقومات الحضارات، بمقومات بناء الدول، بمقومات بناء المجتمعات. ما هي هذه المقومات؟ أساسها هو العلم. إذا أردت أن تحفظ دولة، أن تحفظ مجتمعا، أن تحفظ أي شيء لابد أن تحفظه بالعلم، لا تستطيع أن تحفظه بالجهل. ثم بعد ذلك تأتي الأمور التبعية، عندك العلم وعندك العدالة وعندك المساواة وعندك الحريات، كل هذه المبادئ العامة التي جاء الإسلام لكي يرسخها والتي جاهد من أجلها المجاهدون والشهداء. الإنسان الذي يرجع إلى بيان أول نوفمبر يجد هذه المبادئ والقيم، وسبحان الله يعني لو تسعى مجال في المستقبل نتكلم عن بيان أول نوفمبر ونقارنه بدستور المدينة الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم تجد نقاطا كثيرة مشتركة، وكأن الذين كتبوا هذا البيان كأنهم اطلعوا على وثيقة النبي صلى الله عليه وسلم على دستور المدينة ودونوها كلمة بكلمة، مما يدل على أن الذين يعني كتبوا هذه المبادئ كانوا متشبعين بالمبادئ الإسلامية، كانوا متشبعين بالقيم يعني بقيم الأحرار وبقيم المواطنة وأمور كثيرة ربما في المستقبل نتكلم عنها. إذن إذا أردنا أن نحافظ على هذه النعم لابد أن نأخذ بزمام بناء المجتمعات وبناء الحضارات، وعلى رأسها العلم، بعد ذلك عدنا العدالة وعدنا المحافظة على القيم، كل هذه المبادئ لابد أن نحافظ عليها.
الأمر الثالث أو الأمر الأخير نختم به حديثنا حتى لا يطول بنا الأمر والحديث، هو أن الإنسان كلما جددت له نعمة لابد أن يجدد لها الشكر. هذه النعمة نحتفل بها كل عام، ونحتفل أيضا بالأعياد الأخرى، لابد أن نجدد لها الشكر. كيف نجدد لها الشكر؟ أن نستغل هذه النعم في مرضات الله تبارك وتعالى، وأن نسعى كل عام من أجل أن نحسن. الإنسان ما يبقاش حابس، وإنما كل عام لابد أن نحسن، أن نجنب الأخطاء التي وقعنا فيها في سنتنا الماضية، وأن نبدأ صفحة جديدة في السنة الموالية لكي نصحح الأخطاء. وهكذا تبنى المجتمعات، ما كاينش مجتمع ما فيش أخطاء، ما كاينش مجتمع ما فيش نقائص، لكن الكيس والفطن هو الذي يحاسب نفسه على ما بدر منه في الأزمنة الماضية، أن يراجع نفسه، أن يصحح الأخطاء، وأن يبني الأمور الصحيحة أو على القواعد الصحيحة في السنوات القادمة بحول الله تبارك وتعالى. ونهني أنفسنا وأمتنا بهذا العيد، العيد 61 لاندلاع الثورة المباركة. إن شاء الله ربي يدوم السلام والوئام على أرض الجزائر الطاهرة. ويقول ويقال إن شكرتم لأزيدنكم، وبالتالي لازم واحد دائما يشكر ربي سبحانه على كل نعمة هتكون عندنا، ومن بينها نعمة الاستقلال ونعمة الحرية اللي نعيش فيها بتضحيات اللي ضحوا على هذا التراب من أجل التراب. وغدا لنا عودة مع أول نواب إن شاء الله. إن شاء الله ستكون محطة لملات تاريخية في فقرة سلوكيات احتفالا بذكرى 61 بحول الله تعالى. شكرا لك دكتور، متسناش بصالح الدعاء. الله يسلمك، ربي يفتحكم جميع الأبواب إن شاء الله، نقول للعباد والبلاد أيضا. إن شاء الله دكتور، بدعاء دكتور وبالدعاء نستفتح أيضا معنا صباح الخير لهذا الصباح مع عائشة مشتر وأحمد معاش. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين. اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين، واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين، بأمانك يا أمان الخائفين. اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقمتك، وفقني فيه لقراءة آياتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب، يا مقبل عثرات المذنبين. دعوة لكل شعوب العالم من أجل السلام، الله محب. لا للدولة.
عرقية طائفية سماحة هبت محبة عصرية ديمقراطية معنا بالرأي المحبة. تحية صباحية مجددة للجميع، لكم التحق بنا لحظة من خلال برنامج صباح الخير. صباح الخير لكم انتم اللي كنتوا تتقهواوا، صحة قهوتكم ربي يدوم من مدينكم مع ناسكم احبابكم كم اللي قرب لكم، انتم اللي تسناونا انو نجيوكم. اكيد ما نجيوش يدينا فارغين، مختلف الفقرات والمواضيع نجيبوها معنا وندخلوا بيوتكم عبر قنوات التلفزيون الجزائري الارضية والجزائرية الثالثة حتى العشرة بتمام والكمال، هذا باش نفيدوكم باش نستفادوا معكم ايضا ونخدموكم في كل اصبحة. كي نقولوا الخدمة صباحية نقول كل ما يتعلق بأحوال الطقس اللي تفصل فيها أكثر. صبرينا بعد الفاصل. مع موبيليس أينما كنتم اطلعوا على أحوال الطقس. موبيليس أينما كنتم. صباح الخير صبرينا. صباح الخير يوسف، كيف الأحوال؟ لاباس؟ بخير والحمد لله. كاش قهوة كاش؟ شربنا القهوة والحمد لله. كرواسون كليتي؟ لا لا مازال مازال. إن شاء الله يا درا الويكاند على بالنا بلي الناس تحب تخرج، تحب تخرج خاصة يعني في الأماكن المفتوحة الأماكن الطبيعية اليوم نقدروا نخرجوا وما نقدروش؟
بالفعل يوسف، صباح الخير اولا لكل مشاهدينا الكرام. بالنسبه لحاله الطقس، يعني الاجواء جد ملائمه لعطله نهايه الاسبوع، حيث الاستقرار يسود تقريبا كل المناطق الشماليه، بهذا عوده ارتفاع الضغط الجوي، ولو ان المناطق الشماليه الشرقيه تشهد حاليا بقايا الاضطراب الجوي، يعني بعض الامطار تبقى غير مستبعده خلال الصبيحه. بامكان هذه الامطار ان تعود في اواخر نهار اليوم بحول الله نحو المناطق الشرقيه. ولأكثر تفاصيل، إذا من خلال الصورة الموالية نلاحظ أجواء مشمسة على كل المناطق الشمالية الغربية وكذلك الوسطى، تبقى بعض السحب العابرة التي بإمكانها أن تبقى مرفوقة ببعض الأمطار نحو المناطق الشرقية. أمطار أيضا غير مستبعدة بالنسبة لشمال الصحراء، حتى منطقة الثورة شمال الصحراء ومنطقة الواحات تكون مغاشات بأقصى الجنوب نحو مرتفعات الهوغار وتاسيلي، تكون مرفوقة ببعض الخلايا الرعدية المنعزلة. الحرارة القصوى المنتظرة ظهيرة اليوم تقارب 24 درجة بوهران تلمسان قسنطينة، 26 درجة بالعاصمة تيزي وزو كذلك بتيارت، 22 درجة بعنابة وقلمة، من 26 درجة ببسكرة إلى 30 درجة ببشارت، مرورا ب 28 درجة بغردايا، 30 درجة أيضا بالنسبة لتندوف، تمن راس جانات إليزي، 36 درجة سيكون كعلى مقياس بمدينة أضرار. أما عن حالة البحر لنهار اليوم بحول الله، إذن سيبقى مضطرب بالنسبة لسواحل الوسطى والغربية، رياح معتدلة إلى قوية نسبيا، أما على السواحل الشرقية بحر قليل الاضطراب مع رياح ضعيفة تأتينا من شرقية إلى شمالية شرقية، هذا على كافة السواحل. أما عن وقت غروب الشمس دائما على مستوى العاصمة وضواحيها، إذن سيكون في حدود الساعة 5 مساء و52 دقيقة. شكرا على المتابعة للجميع، ثاني تذكير بعد نشرة الأخبار بحول الله. مع موبيليس أينما كنتم اطلعتم على أحوال الطقس. موبيليس أينما كنتم. هذيك الصحة مازال ما قهويتيش، اخبارك جازو. يعطيك الصحة. نسيت رانا في عطلة نهاية الأسبوع. عطلة نهاية الأسبوع خلينا ندوموا الأخبار مباشرة. وراح يكون أيضا يوم الغد عبارة عن هو الفاتح من شهر نوفمبر، راح تكون عدد خاص بنوات صباح الخير في صباحة يوم غد مع محسن مزرطيط، حتى مدفوعة الأجر أيضا. بالفعل. يعني العظم مدفوعة الأجر. راح يكون بالنسبة لمحسن حتى ال 12 راح يلاقي المشاهد الكريم بمواضيع مختلفة، حتى ضيوف حيكونوا حاضرين هنا وبث مزدوج من مختلف محطاتنا الجهوية باش نكونوا نعيشوا هذه المناسبة على مختلف يعني ربوع الوطن، كيف ممكن نحتفلوا بها ومختلف ممكن الاحتفالات اللي راح تكون في مختلف الولايات راح نغطيوها إن شاء الله. نرجع لكم مرة ثانية؟ نرجع. بحول الله تعالى، شكرا لك صبرينا، مازلنا معكم مشاهدينا. أكيد أنه أحوال الطقس تأثر على الطبيعة ديالنا اللي عايشين فيها، ممكن أنه لما تصب الشتاء ولا يكون هناك رياح ولا لازم علينا أنه نأمنوا المنازل تاعنا، نأمنوا الممتلكات تاعنا لأنها راح تأثر عليها. التأمين على الكوارث الطبيعية هو موضوع هذا الريبورتاج اللي حنشوفوه من توقيع فاطمة الزهراء مساوي. التأمين هو وسيلة للحماية وإعطاء الأمان من أجل مواجهة أي خطر محتمل وقوعه في المستقبل. فالتأمين ضد الكوارث الطبيعية واحد من التأمينات الهامة. فهل للمواطن الجزائري ثقافة تأمين ممتلكاته وعقارته ضد أي خطر يمكن حدوثه كالزلزال، فيضانات أو غيرها؟ نحن في عينستاد وين؟ إنسان يأمن داره، ما عندناش هاد الثقافة. أنا واحد من الناس مانيش مأمن داري. عندنا شوية عندنا نقص في الجانب هذا، لأنه علاش بعض الأحيان هم يعملوش تأمين على الكوارث، يخافوا يديكلاريو يعني بأملاكهم، يعني يخافوا يعود يصرحوا بأملاكهم، لهذا اللي حتكون له عنده تبعات، يخافوا يعني من يقول لك لا تكون عندنا نظام قوي يكون عندنا كذا. أساس كنت راك مأمن الدار تاعك؟ لا ماراكش مأمن؟ لا ما عندناش مأمن. إنسان كيأمن ولما لا، حاجة يعني مجرد حيطة الاحتياط بعد علينا، مازلنا ما نعرفوهاش مليح مليح. جاب لي ربي نومامو من زنزله لهنا اللي بدات الناس تعرف واش تنجم خسائر عليها باش يقدروا يروحوا للتامين على الكوارث الطبيعيه. احنا ناقصين بزاف، هذه ناقصين توعيه، ناقصين حملات توعيه، حملات تحسيسيه، واش معناتها التامينات؟ يامن كونتخ ستادير هذوما ستادير الكوارث الطبيعيه، احنا ما عندناش هذه الثقافه. ولأهمية وضرورة التوعية لهذا النوع من التأمين، زرنا أحد الوكالات التأمينية.
نقدر نعرف الاخ شحال يكون لو ماكسيموم تاع لو رومبورسمون اون كاد كاتاستروف ناتيرال؟ لو رومبورسمون يكون سويفون لا لا فالور تاع لابارتمون 80%. شريت دار جديده وجايه لا سيزون ايفيرنال دونك ومعروفه بالفيضانات ولي كاتاستروف ناتيرال، جي بريفيري ناسيري داري كونتر لي كاتاستروف ناتيرال. ولمعرفه اكثر التفاصيل عن هذا التامين وما هي الاجراءات اللازمه لذلك، نقص تأمين هذا الكوارث الطبيعية يمكن أن نصنفهم بين التأمينات الإجبارية اللي دارتها السلطات الجزائرية بموجب قانون صدر في سنة 2003 في نهاية سنة 2003 وصبح سالي المفعول في سنة 2004. هو يأمن أربعة كوارث نعرفها كنا، هي أصلاً الزلازل. الكارثة الثانية ممكن اللي يأمنها هي الفيضانات، السيول الطوفانية هذيك وما تحملها من طين وغيرها من الأمور. الكارثة الثالثة اللي أمنها هي العواصف والرياح القوية اللي تكون قوية كثير. والتأمين الرابع اللي قدمه هو الانزلاقات الأرض أو الانجرافات التربة. أمن البناية بحد ذاتها ما يأمنش وش كاين في الدار، يأمن غير السكنة بحد ذاتها. وكاين عقد تأمين ثان صالح لتأمين المحلات التجارية، وهذا يأمن كل بناية كل محتوى تاع المحل التجاري يعني تاع المهنة. نفس الشيء بالنسبة نشاطات صناعية أو تجارية وغير من الأمور، كاين عقد تأمين يأمن البناية والمحتوى تاعها. يجي المواطن لأي أي أي وكالة تأمين يقول حب نأمن البيت تاعي أو المحل تاعي، يعطي له وكيل تأمين، يعطي له وثيقة يبلغ فيها خصائص البناية تاعو، المساحة نتاعها، القيمة نتاعها، المنطقة اللي جاية فيها، حتى يتمكن باش يقول له شحال تخلص. والتسعيرة تختلف على حسب المناطق، مثلا التسعيرة في الشمال ماشي التسعيرة في الشرق، ماشي التسعيرة في الغرب، وماشي التسعيرة في الجنوب. مثال، إذا حبينا نأمنوا بناية في الجزائر دار تسوى 300 مليون، المواطن راح يدفع ما قيمته 120 ألف. نأمنوا احنا الكوارث الطبيعية بصفة تكميلية خارج قانون هذا الكوارث الطبيعية، نبيعوا هذه التأمينات الفيضانات الزلازل العواصف وغيرها من الأمور، هذه الكوارث الطبيعية كامل نمدوها للمحلات، نمدوها للإدارة، نمدوها حتى للبنايات ما عندهاش بزاف بصفة تكميلية، بدون أن ننتظر أن الدولة تعلن المنطقة منكوبة يخلص زيادة. إذا قلتي مثلا سيبوا دار واحدة تضررت، إذا كان عنده تأمين على البيت بما فيه هذا الكوارث الطبيعية، ماشي القانون اللي نهضروا عليه، قانون يعني عقد اختياري، احنا قلنا هذا إجباري، كاين عقد اختياري اللي فيه نفس الضمانات. فعلى المواطن أن يعرف مفهوم وأهمية التأمين ضد الكوارث الطبيعية، وخاصة ونحن على أبواب فصل الشتاء، وهذا من أجل حمايته وضمان عقارته. هو التأمين حول أو ضد الكوارث الطبيعية. مشاهدينا، التأمينات في الجزائر ممكن أنه مثل ثقافة التأمين ضد الكوارث الطبيعية مازال ما انتشرتش كثيرا في وسط المجتمع الجزائري، لكن حاجة المليحة أنه خاصة مع ظهور يعني بعض الكوارث اللي ما نشوفوها دائما مثل الزلازل، مثل أيضا اللي ممكن ترتبط بالامطار الرياح وغيرها، هذا حيأثر على المباني ديالنا، ولازم منا انه يعني ناخذ بعين الاعتبار هاد الكوارث الطبيعيه، وناخذ بعين الاعتبار انه لازم نخلصوا تامينات باش نحافظوا على ممكن حقنا في استرجاع الخسائر اللي ممكن تتسبب فيها هذه الكوارث الطبيعيه. الطبيعه هذه اللي لازم نحافظوا عليها، مشاهدينا نحافظوا عليها بكل المحتويات ديالها من ثروه عقول حيوانيه وثروه ايضا غابيه، لازم انه نحافظوا على الغابات ديالنا وعلى الشجره ديالنا. في هذا الأسبوع كنا احتفلنا باليوم الوطني للشجرة المصادف لـ 25 من شهر أكتوبر من كل سنة. عن هذا اليوم الوطني عندها واش تقول سميرة بني خلف في هذا الروبورتاج. هي عامل من عوامل الحفاظ على الأرض، مصدر رزق ووسيلة لمحاربة التصحر. هي الشجرة التي نحتفل بعيدها الوطني. بهذه المناسبة سطرت مديرية البيئة لولاية المدية بالتنسيق مع دار البيئة برنامجا خاصا يهدف إلى التأكيد على أهمية ودور الشجرة في التربية البيئية.
عنصر البيئة أو الموضوع البيئي هو موضوع الساعة وموضوع العصر، وإذا اختصرنا كلمة البيئة نقول هي البيئة منك أيها الإنسان ولك أيها الإنسان، يعني إذا أردت أن تستغلها في أمور إيجابية وتحافظ عليها فسيرجع كل ذلك بالخير عليك. موضوع الشجرة هو عنصر من هذه البيئة، هو فيض من غيظ، وهناك عناصر أخرى نحن دائما متواجدون في هذه المناسبات لإعطاء الصورة الحسنة لهذا الموضوع، ومن خلالها كذلك عمليا إعطاء الصورة الحسنة للبيئة ونظافة المحيط. قام تلاميذ مدرسة الشهيد محمود علجي لبلدية المدية بعرض مسرحية حول فوائد الشجرة وسبل المحافظة عليها. ومن الشجرة تنتج غذاء والأدوية والورق، وكذلك الخشب والفنيل والفحم وحتى النقطة. هل الشجرة عدوة أيضا للشجرة؟ أنا ما أظن أن الشجرة ليس لها أعداء. أنا الدور تاعي الزهرة، فوائد تاعها هي مجتمع نباتي ذات مساحة واسعة من الأرض، بها أشجارنا وشجيراتنا أعشاب. بعدها قام التلاميذ بغرس شجيرات على مستوى دار البيئة. كما قامت جمعية أصدقاء البيئة والمجتمع لولاية المدية بالتنسيق مع مديرية البيئة بغرس شجيرات على مستوى الحي الإداري بالقطب الجنوبي للولاية. وقدمنا نشاط على مستوى تاعنا هو إعادة العجلات المطاطية من حيث تزيينها وتزيين بها مساحة خضراء. لتبقى الشجرة المكون الأساسي للطبيعة، فالمحافظة عليها تمثل المحافظة على الحياة. حاجة مليحة أنه هاد الشجرة دخلها ضمن الصدقة الجارية أيضا، مليح أنه الواحد يغرس شجرة، ممكن أنه يجي واحد يتضلل تحت الظل ديالها، أيضا عصفور ولا طائر أنه يحط عليها هو يتغدى منها، وهذا اللي ممكن لما نحافظوا عليها نحافظوا ايضا على الصحه تاعنا، لان هي رئه هذا الارض، هي اللي تمد لنا الاكسجين ويعني تمتص كل ما هو ثاني اكسيد الكربون، تصفي لنا الهواء اللي رانا حنا نتنفسوا فيه، بالتالي لازم نحافظوا على هذه الشجره. والعديد من المدارس خاصه يعني يحاولوا انهم يثقفوا الاطفال ويزرعوا فيهم هذه الثقافه البيئيه ويخلوهم يحافظوا على هذه الشجره عن طريق حملات التشجير. واحده من المدارس ممكن احنا نتعرفوا عليها ايضا في هذا الصباح هي مدرسه تهتم بذوي الاحتياجات الخاصه، مدرسه الصوم البكم الواقعه بشارع كريم بالقاسم حاليا وتلملي سابقا، راح نتعرفوا عليها في هذا الروبورتاج من توقيع مريم صحراوي. تختص مدرسة كريم بالقاسم بتلملي في تعليم شريحة من الأطفال حرموا نعمة السمع والكلام حتى يكرس مبدأ الحق في التعليم لكل فئات المجتمع. هي مدرسة حملت على عاتقها إخراج شريحة من المجتمع من التهميش والجهل إلى الإدماج الاجتماعي ونور العلم. قدرة استيعاب تاع المدرسة هي 180 طفل، منهم بنات وأولاد. حنا هنا الطفل نخدموا معاه باش هذاك الطفل يندمج في المجتمع، في المجتمع اللي هو مجتمع متكلم. تستقبل المدرسة العديد من التلاميذ في مختلف المستويات التحضيرية الابتدائية والمتوسط، بحيث يدرس المقرر الوطني بما يناسب نوع الإعاقة. Words and sounds. المهام هذه المدرسة أنه هو التدريس. طفل يدخل عمره 3 سنوات، كاين المرحلة المبكرة ثم الابتدائي ثم المتوسط، وجوز الامتحانات تاعنا بما فيها السنة الخامسة والسنة الرابعة متوسط عاديا مع وزارة التربية. لو بروغرام تاعنا هو لو بروغرام تاع ليدوكاسيون ناسيونال،
نتعاملوا بالكتب تاعهم، سواء كان كتاب تلميذ او مناهج الاستاذ ولا الوثائق المرافقه للاستاذ. فمن التحضيري إلى المتوسط يمر التلميذ من مرحلة إلى أخرى يعتمد فيها على وسائل وأساتذة ومدربين مختصين في شتى المجالات. الطفل يعود يتكلم ويقرأ الشفات وعنده السماعة تاعو اللي تسمح له باش يستوعب أصوات، ومن بعد يعود يعرف كيفاه يستعملهم. يجي الطفل كورقة بيضاء بعيد عن عالم الأصوات، وحنا ندخلوه في عالم الصوت، ونساي ماكسيموم ندخلوه في عالم الصوت. لازم يسمع، لازم يتكلم، لازم دونك شي صعب نوعا ما. في الأستاذ المتخصص يركز على طريقة تاع الشفاهية الصوتية. للوصول إلى نطق حروف أو نطق كلام عندنا ثلاثة مراحل، هي وضعية النطق، صوت الحرف، وبعد عندنا الحرف. يعني عندنا ثلاث مراحل لازم نمروا بها ولازم يكتسبها الطفل بالتدريج، ما نحرقوش، يعني مش لازم نحرقوا هادو المراحل. بمجرد انه يكتسب طريقه نطق، نعطي مثال با، لازم يعرف انه يحط الشفاه تاعو، يتعرف عليها، يتعرف في المراه، لانه الطفل الاصل ما يقدرش يتعرف عليها بشكل مباشر، انه يكون مقابل المختص. المرايه يعني المراه هي اهم وسيله عندنا كمختصين في ميدان النطق. ممكن نستعمل الوسائل، تقدر تكون اشارات، صور، حتى ندعموا ونوصلوا الفكره للطفل. يعني كل الوسائل اللي نقدروا نستغلوها في الدرس تاعنا نستعملوها، منها خاصة بيانسو الإشارة. تعمل مدرسة الصم بتلملي جاهدة للوصول إلى هدف التكفل الملائم وإعطاء فرص النجاح لفئة لا ينقصها لتحقيق ذلك إلا الإرادة القوية والمتابعة الجادة. Orthophoniste, psychologue clinicien, psychopédagogue, ils font un bilan d'admission. بعد لما هذا الطفل هذا يكون مقبول ويدخل المدرسة مباشرة يبدأ مع الأستاذ والمربي. هو داخل قسم مع الأستاذ وعنده هذه ليكيب تاع البسيكولوج والأورتوفوني والبيداغوغ، هذو يتعاملوا مع الأستاذ مع الطفل. سي توت اون ايكيب. توفر المدرسة العديد من الخدمات كالمرقد والمأكل، قاعة مطالعة، ملعب للرياضة لتمكين التلميذ عامة والمقيم خاصة من التعلم في ظروف حسنة. المهمة تاعي هي أنا هي في رفيقي دي زونفون، التعامل مع الأولياء التلاميذ وخاصة مع البنات الداخليات، يعني أنا نشرف عليهم. والمهمة تاعنا طبعا ماهيش سهلة، وخاصة أننا نستقبل أولياء التلاميذ خارج ولاية الجزائر، يعني من ولايات بعيدة، وتقريب جميع الأطفال اللي يجيو من بعيد، يعني الناس تكون في الأرياف بزاف، يعني دي فوا صعيب باش يتقبلوا يجيبوا البن تاعو يخدم لهنايا. دونك نوت رول سي دي سونسيبيليزي ونعطيهم يعني جميع الضمانات باللي راهم هنا عندنا مكفلين بهم من ناحيه المرقد، الاكل، الدراسه. فهمتوا الاسئله؟ ان مثل هذه المدارس المتخصصه لذوي الاحتياجات الخاصه متنفس وحيد لفئه يجب ان تلقى مكانتها وحقوقها على ارض الواقع. هي مدرسة صوم البوكم بتلملي سابقا وكريم بالقسم حاليا هذه المدرسة اللي تهتم بهذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة، لنحيوهم في هذا الأصبحة ونشكرهم على وفاء دينهم دائم لبرنامج صباح الخير. هذا من خلال برنامجنا أنه نحاول نغطي مختلف الفعاليات ومختلف التظاهرات، نحاول أنه نعيشوا الحدث. غدا بحول الله تعالى حيكون الحدث، راحين نعيشوا الفتح من شهر نوفمبر بعدد خاص إلى غاية منتصف النهار مع محسن بمختلف فقرات مواضيع وحتى ضيوف حيكونوا حاضرين غدا بحول الله تعالى. ونظن أن قناة التلفزيون الجزائري أيضا راح تعيش الحدث، كل قناة بطريقتها الخاصة. الحديث اليوم راح يكون عن قناة كانال الجيري في تشاهدون في هذا الأسبوع.
موسم تلفزيوني جديد بشبكة برامجية ثرية ومنوعة لكل الأذواق ولكل العائلة. معنا أحلى الأوقات. وتشاهدون على قناة القناة الجيغي في هذا الصباح. نبيلة حضرة معنا في التصبيحات. صباح النبيلة. صباح الخير يوسف. صباح الخير مشاهدين الكرام. مش راكي لاباس؟ الحمد لله صباح. الحمد لله. أكيد أنه في كل مرة جينا بجديد تاع القناة الجيغي. فوالا كوم شاك سامدي كوم شاك سامدي احنا نهضروا على البرامج اللي راح يتجوزوا معنا هذا الأسبوع إن شاء الله. إن شاء الله. يوسف على بالك هذا الأسبوع سي لا سومان دو 1 نوفمبر، لا كوميموراسيون دو 1 نوفمبر، دونك كامل البرامج تاع هذا الأسبوع إن شاء الله راح يدوروا على لو 1 نوفمبر. دونك بور كومونسي أون دي فيلم. Des films jadid, des films révolutionnaires. On a le film Le Marin, de Mehdi Abdelhaq, qui nous parle de la dour qui jouait les marins, le Bahreïn, à l'époque, dans la guerre de l'Ouattani. On va voir un extrait maintenant, Abdelhaq, Youssef. Yallah, on va voir un extrait. Ou tu as des aveux tout de suite, ou tu ne les auras jamais. Nous devons être dans le niveau de la responsabilité. Et nous devons nous faire en sorte de la vie. Yes, ma. راح شرف كبير لنا على ان القياده تكلفنا بمثل هذه العمليات وهات كل الامكانيات الماديه والبشريه باش تنجح العمليه. انا مستعدين سي زبير، هذه العمليه لازمها رجال معانا وماتريال. ما عندي ما درت يا خالتي، كيما نعاونوش بعضنا شكون اللي بينا؟ هذا آخر اتصال ليك. ما الحق إلا البحرية، أنا يا بحري كل طمع تزعلي. سواء des essais nucléaires، سواء la fabrication d'armes chimiques. فرنسا ما بقالهاش طول، نادوا لها رجال. Ce sont les gens du village qui ont fait le coup. Ne la touche pas. Le Marin, un film de Mehdi Abdelhaq que vous retrouverez ce lundi à partir de 21h45 sur Canal Algérie. Al Bahar. Voilà, Le Marin donc, lundi inshallah à partir de 21h, un chauffeur sur Canal Algérie. Un autre film, toujours Youssef Li, un film révolutionnaire, un film de Yahya Mouzaham, un très beau film, L'Ambez à l'ombre des Aurès, L'Ambez fait Del Aurès, qui va être avec nous samedi, ce soir, Inch'Allah, à partir de 22h30. Le film, il va nous parler d'un instituteur qui se retrouve entre France, ou Jabha, et d'un coup, il se retrouve en prison, il ne sait pas pourquoi. Où il va c'est tout le parcours de l'enseignant. On va voir quelques extraits, Youssef. Yallah, nchoufou. هذا هو اليوم الاخر نتاعي في الحبس تاع لومباز. على بلاش لازم نفرح ولا نزعف. راني حاب نطير. نرجع للدشرة نتاعنا. نشوف يما. استيريكس! واحد فينا ماناش محتاجين دراهم، احنا محتاجين الرجال. صلاح حاضر، وانت مازالك صغير باش تكون مع الرجال تاع الصح. انا لو كان نروح ما تلقاوش اللي يقريكم. نحب نتعلم تاريخ تاع بابا اللي قتله. لو كان يعسوني ما نقدر ندير والو. وحنا انا حابينهم يعسوني. هذه هي المهمه نتاعي. هذه المهمه، مهمه كبيره مازال. اسمع عمار، هذا واجبك ومكتوبك. L'Ambez, à l'ombre des Aurès, un film de Yahya Mouzaham que vous retrouverez ce samedi à partir de 22h30 sur Canal Algérie. هذا ثاني فيلم راح يتم بثه على قناة الجزائر ولا قناة الجيري. نشوف اللي كاين أفلام بزاف راح تكون هذه السمانة. Oui, oui, tous les films arrivent le 1er novembre, tous c'est des films révolutionnaires. Hada donc Kolnaï Josanna ce soir à 22h30 à la Canal Algérie. Inch'Allah. Alors, pour changer un peu, on va parler de football. Un match, Supercoupe, demain, Inch'Allah. C'est la Supercoupe qui se jouera entre l'USS Steph
وثاق سطيف ومولودية بجاية راح يجوز غدوة إن شاء الله à partir de 16h dimanche donc نشوفوا quelques extraits le lancement ديالو نولو Canal Algérie vous donne rendez-vous ce dimanche à partir de 16h en direct du stade Chehid Hamlaoui de Constantine pour la Super Coupe d'Algérie. Un match qui opposera le champion titre sortant, l'Entente de Sétif, qui affrontera le détenteur de la Coupe d'Algérie, le MOB de Béjaïa. Un match palpitant entre deux formations qui se connaissent très bien. Entente de Sétif, MOB de Béjaïa, c'est ce dimanche sur Canal Algérie. كون على قناه الجزائر اللي حاب يشوف يعني الماتش يشوف قناه الجزائر اللي حاب يشوف فيه مطوري يشوف قناه الجزائر هكذا بيان سور عندنا كلش انا نابور تو لي جو واللي حاب يشوف برنامج صباح الخير يشوف صباح الخير بيان سور الارضيه والجزائريه الثالثه ان شاء الله ويشوف بونجور دالجيري اوسي كالكو فوا بور شونجي نو داكور الوغ نعاود نولو توجور اوتور دو 1 نوفمبر عندنا ان ريبورتاج دارو حليم ماوشي les canards chefs, ceux qui ont défendu la cause algérienne, les machines sont les Jazaïriens, on a dit qu'ils sont dans les Jazaïriens. Kainin Bizaf, Halima Ouchi s'est déplacé en France, le chef de l'un c'est Diego Massan, c'était un artiste, c'était un musicien, un percussionniste. Il a utilisé le métier de Diallo qu'il a aidé à aider le Tawra Al-Jazaïri. Exactement, voilà. Donc, c'est un reportage, les Jouz Adna, dimanche, Inch'Allah, à 21h. Je vous quelques extraits, Mouna Youssef, Naoudanoulou. Ils ont fait le choix de prendre parti pour un pays qui n'est pas le leur. Parmi eux, un certain Diego Masson. C'est aussi là que j'ai passé ma première nuit au dépôt, en 59. Je pouvais voyager à l'étranger avec des soi-disant prétextes de travail. Le FLN me demandait de partir en Allemagne, par exemple, pour deux jours. C'était très pratique d'être musicien. C'est peut-être pour ça qu'ils vous ont choisi, pour être justement le chauffeur et le livreur de Rabih Bouaziz. Il y avait des Algériens du FLN. D'accord. Mais on était en cellule, donc c'était pas facile donc, de communiquer. Oui, mais on communiquait quand même. Et puis, j'ai rencontré ce type extraordinaire qui s'appelait, qui était Ali Zamoum. Ah, Ali vous Zamoum. Avez rencontré Ali Zamoum. Voilà, un des hommes qui m'ont le plus impressionné dans ma vie. Il a choisi de défendre la cause de l'Algérie. Diego Masson, l'artiste militant, un reportage de Halim Maouchi que vous retrouverez ce dimanche à partir de 21h sur Canal Algérie. Nous vous voyons, Inch'Allah, à la chaîne Canal Algérie. Voilà, Youssef. Nous avons en gros pour cette semaine. Enfin, il y a des programmes les cadets qui m'ont expression livre, culture club, le dimanche et tout. Mais Hadouma, c'est vraiment le Hausala, le 1er novembre, puisque Rana à la veille de la commémoration du 1er novembre 54. Inch'Allah, qui m'a mortel à la chaîne de télévision, nous allons à la chaîne de برنامج خاص احياء لذكرى 61 لاندلاع الثوره التحريريه من خلال برنامج صباح الخير من خلال مختلف البرامج ومن مختلف يعني ممكن حتى البرامج المدرجه احتفالا بهذا المناسبه بارك لك صحه نبيله الله يسلمك يوسف ميرسي بوكو نقول لك سامدي بروجي ان شاء الله ونقول المشاهدين قد توجور فيدال لي بروغرام دو لا تيليفزيون الجيريان بقنواتها الخمس فوالا وكرر حبيبي تقول لك الجيري يعطيك الصحة أنا فينا نقول لك نهاية أسبوع موفقة إن شاء الله الله يسلمك والموعد السمانة الجاية إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله تعالى يوم السبت حيكون عندكم موعد مع المشاهدون مع قناة كرار الجيري وخلال الأيام الأخرى مع مختلف القنوات الأخرى اللي تشاهدوها معنا من خلال برنامج صباح الخير يا جزائر أكيد أنه البرنامج متواصل وإياكم حتى العشرة وشبكة البرامج الخاصة بالتلفزيون الجزائري يتم إدراج فيها في كل مرة برامج حتكون يعني تلبي ذوق المشاهد الكريم الطبعة السابعة لمدرسة ألحان وشباب تعود هذا السنة عن قريب يبدأوا البرايم لكن نعيش معكم آخر كاستينج اللي كان هنا في العاصمة مع مريم صحراوي في هذا الربورتاج حطت حصة ألحان وشباب في دورتها السابعة رحالها بالجزائر العاصمة المحطة الأخيرة للتصفيات بعد أن جابت 48 ولاية بحثاً واكتشافاً عن مواهب وأصوات جديدة تبحث عن الصقل والتوجيه توصل هذا البرنامج أنه يروح حتى الطبعة السابعة هذا ما هو إلا دليل عن تنظيم محكم عن متابعة جيدة جداً وعن برامج يعني مسطرة رشيدة وراقية جدا اللي يعني يزيد يثلج الصدر أكثر فأكثر هو أن الشباب
تشوفيه شاب نتاع 19 سنه 20 سنه لكن يغني لك اغنيه في عمرها 50 سنه 60 سنه، سواء كانت من المشرق العربي اللي اغنيه طربيه او يعطيك اغنيه من التراث الجزائري اللامادي العريق، يعني حاجه يعني نفتخر بها وحاجه تشرف كثير. تحس باللي ان الشاب الجزائري هذا يعرف انه عنده انتماء، عنده جذور، عنده يعني عنده تاريخ ومتشبث به، عنده اصاله يعني، ويستحضرها مره على مره من خلال الاغاني هذه. اسم لي والد بن عطيه من الجزائر، وبالضبط في الغايه جينا اليوم الالحان وشباب، مدرسه الالحان وشباب، حبينا تسمى نسكنوا فيها، شاركت العام اللي فات انايا، وهذا العام ان شاء الله فيها خير باسك عول فيها. عندي صافي لونطون وانا نحب نجي للمدرسه، بصح ما سعفنيش الحظ باش نجي للمدرسه هذه. وشنو هو اسما، شاركت في بزاف عده مهرجانات وطنيه هكذايا، والمدرسه اسما حاجه مليحه لو كان واحد يدخل ليها. هم شباب تقدموا للحصه من اجل الافصاح عن اصوات وخامات يعلنون بها عن ارادتهم في شق طريق فني تكون بوابته الاولى المدرسه، أين يجدون من يساعدهم على خوض غمار الميدان الغنائي على أسس صحيحة وسليمة. هما ما يجوا هنا إلا اللي عندهم ميول باش يغنوا، اللي عندهم طاقة يحوسوا يفجروها، ما يجيكش أي واحد، ما يجيش أي واحد عادي، لازم يجي مغني، يجي فنان، اللي عنده البذرة هذيك، اللي عنده ليطوف يعني باش يقدم حاجة، يقدم ويعبر عن مكنون إلى آخره. اسمي عيش محمد أمين من ولاية تمسيلة. أنا تعجبني حصة الألحان والشباب بالبزاف، شاركت فيها عدة مرات، ربع مرات نوصل كاستينج فينال، ما خلتنيش الحظ باش ندخل المدرسة. الحاجة ما خلتنيش باش نقطع الياس، والله قال ما نحبس، ما دامني فنان وحاب نولي فنان معروف وحاب نتعلم موسيقى لازم نكمل مع هذه المدرسة حتى يكتب مكتوب إن شاء الله ونكون لي كونديدات عليكم. فارس صلواتي 24 سنة، كما كنت تشوفوا اليوم راني هنا في المعهد العالي للموسيقى بالجزائر العاصمة، جيت باش نخوض غمار تجارب أداء طبعا سابعة من برنامج ألحان وشباب، هذا البرنامج المحلي اللي طالما أعطانا أسماء بارزة في مجال الفن الجزائري الأصيل. يعني أنا قريت موسيقى وعندي تجربة موسيقية فسوقتو في كما يقول لك في تقنية الصوت، قريت موسيقى واليوم جيت لهنا باش نسمع صوتي للجنة التحكيم، ولي ما الحمد لله يعني نتأهل للدور الثاني باش يسمعني الجمهور الجزائري ان شاء الله يا رب. اليوم تفاهمنا نتلاقاو اول مرة وتلاقينا، ذكرنا مع بعض سوفونير ايام اللي دارت ما مرنا، كي كنت صغيرة وكنت صغير في البير صغير شحال لعبنا، كي ضلينا على وسط البير على خيالنا شحال ضحكنا، كنت صغيرة كنت صغير يا ريت. فريق عمل ناشط عازم على إتاحة الفرصة لشباب يريد ولوج عالم سحر النوتات والكلمات والأحاسيس، مع لجنة تحكيم تحمل على عاتقها مشقة فرز الأصوات وانتقائها. هو ممكن يجي في نظره عنده جبل تاع معارف وتاع معلومات، وانا 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 يشوف روحه، هو يشوف روحه هو اول واحد، لكن لازم طريقه اولا تربويه بيداغوجيه تقدم له نصائح ومعلومات باش يقتنع. يعني انت ممكن تشوف في روحك نجم وتشوف في روحك، لكن فيه نقائص اللي ممكن انت ما تدركهاش علميه واحنا في مصلحتك، لكن احنا حتى طريقه يعني لا قبول هذيك اعطيناها واحد الغطاء هكذا نقولوا مؤجل، ماهوش مرفوض او غير مقبول او كذا. احنا جينا باش نقيموا الناس اللي تستاهل، الناس اللي عندها صوت، احنا جينا ندوا اصوات مليحه واصوات اللي نقولوا نقدر نقول باللي دي فوا فريمون غاغ اللي ما كانش، دي فوا نصيبوا صوت صغير وحلو، وكاين دي فوا صوت يعني عريض مساحه عريضه وبصح ما كان والو. والحاجه اللي نحوسوا عليها لازم الفنان يعني الصوت اللي ناخذوه لازم يكون يؤدي كل الطبوع، سواء الشرقي ولا الجزائري، ولا يعني يكون عنده خامه مميزه به نخدمه. ومن بعد في المدرسه فتي نشوفوا هذا التلميذ اسكو يستحق يدخل المدرسه ولا ما يستحقش.
تبقى مدرسة ألحان وشباب حلم كل صوت يريد الوصول إلى عالم الغناء على أسس سليمة بما توفره من إمكانات وتنافس يرقى بالمترشح لوصوله إلى أن يكون فنانا متمكنا. هم شباب طموحهم انهم يدخلوا مدرسه الحان وشباب. يدرى نتيجه الكاستينج واش كانت، ويدرى الاسماء اللي تم اختيارها اللي رايحين نشوفوها في اول برايم من الحان وشباب عبر قنوات التلفزيون الجزائري، ورايحين نعيش معهم ايضا مغامره اخرى، مغامره الحان وشباب، والى غايه النهائي وين راح يتوج يعني واحد فيهم فقط بجائزة ألحان وشباب في المرتبة الأولى بحول الله تعالى. توفيق يكون للجميع. فقط الروح الرياضية خاصة هذا اللي نقول عليها، من في الغناء ديروا روح الرياضية. يلا نرحب بكم إلى أحوال الجو. يدرى صبرينا مرة ثانية، إطالة ثانية، ونقول صباح الخير للمرة الثانية أيضا. صباح الخير من جديد يوسف، صباح الخير من جديد كل مشاهدين الكرام. إذا بالنسبة لنهاية أو عطلة نهاية هذا الأسبوع، اليوم السبت 31 من شهر أكتوبر، إذا بالنسبة لنهار اليوم تكون الأجواء مستقرة، هذا بتمركز مرتفع جوي بحوض البحر المتوسط وشمال البلاد، لكن أيضا هذا لا يمنع من تسرب بقايا بعض الاضطراب الجوي الذي تبقى تخص دائما المناطق الشرقية. إذا من خلال الصورة الموالية نلاحظ إذا بالنسبة للمناطق الشرقية تبقى الأجواء متقلبة، من الاحتمال جدا أن تكون مرفوقة ببعض الأمطار، بينما الأجواء مشمسة بالنسبة لوسط الصحراء أو بالنسبة للمناطق الوسطى وكذلك الغربية. أما جنوبا فمن منطقة الصورة نحو منطقة الواحات مرورا بشمال الصحراء ستكون هناك سحب عابرة بإمكانها أيضا أن تكون مرفوقة ببعض الأمطار. أجواء مغشاة تميز مناطق أقصى الجنوب لغاية مرتفعات الهجار والتوسيدي، تكون مرفوقة بخلايا رعدية منعزلة. الحرارة القصوى المنتظرة ظهيرة اليوم تقارب 26 درجة بالعاصمة تيزي وزو تيارت، 24 درجة بقسنطينة، كذلك بوهران تلمسان، 22 درجة بالبيض نعامة عنابة وقلمة، من 26 درجة ببسكرة إلى 28 درجة بغردايا، تقارب 30 درجة بكل الجنوب الغربي، كذلك بمرتفعات الهجار والتاسيلي، ما بين 34 إلى 36 درجة بوسط الصحراء إلى غاية أقصى الجنوب، أعلى مقياس سيكون 36 بمدينة أدرار. البحر نهار اليوم بحول الله إذن سيكون مضطرب بسواحل الوسطى والغربية مع رياح من معتدلة إلى قوية نسبيا، بحر قليل الاضطراب بسواحل الشرقية مع رياح ضعيفة تكون من شرقية إلى شمالية شرقية على طول الشريط الساحلي. أما عن المعلومات الفلكية دائما تخص العاصمة ودواحيها، إذا غروب الشمس نهار اليوم سيكون في حدود الساعة 5 مساء و52 دقيقة. إذا شكرا على المتابعة، نهاية أسبوع مريحة وإلى اللقاء. صح صبرينا، شكرا لي. شكرا لك. بيدك بيدك يا بلوكي. معليش. شكرا لك صبرينا، نتلقى معك إن شاء الله من خلال النشرات اللي حقها بحول الله تعالى. إن شاء الله يوسف، حظ سعيد لك ويوم موفق إن شاء الله للجميع. فقط صبرينا نقولوا أنه غدا بحول الله تعالى أيضا يكون كان استقرار حتى نهار اثنين باش تبدا تكون قطرات من المطر. الضغط الجوي سينخفض ابتداء من أمسية يوم الغد بحول الله، سيكون في بداية الأمر أو ستتقدم تلتحق سحب كثيفة في بداية الأمر نحو المناطق الغربية خلال أمسية الغد، لتعلن عن قدوم اضطراب جوي سيعم كل المناطق الشمالية خلال يوم الاثنين بحول الله. إذا محتمل أن تكون الأمطار خلال يوم الاثنين، لكن أكثر تفاصيل ستكون من خلال النشرات اللاحقة بحول الله. إن شاء الله هذا راح نشوفه معك صبرينا من خلال النشرات اللاحقة بحول الله تعالى. غدا إن شاء الله تكوني معنا. إن شاء الله بحول الله تعالى تكون معنا صبرينا غدا من خلال برنامج صباح الخير. من خلال برنامجنا كما عودناكم ديما مشاهدينا أن نعيش معكم مختلف الأحداث والتظاهرات الثقافية في مختلف الولايات. من بين التظاهرات الثقافية اللي تميز هذا الأسبوع هو المهرجان الدولي للمسرح في طبعته السابعة ببجاية، وأنا متواجد زميلنا محمد حجيج وفرقتنا التقنية. نقول لك صباح الخير محمد ليك وكل فرقتنا متواجدة وياك. من
مباشر نحاول أن نقدم بعض الأعمال المدرجة ضمن فعاليات هذا المهرجان، المهرجان الدولي للمسرح في طبعته السابعة. يحضر معنا، نسعد باستضافة السيد إبراهيم نوال وهو مدير الملتقى ليمثل الجانب العلمي لهذه التظاهرة. يحضر معنا أيضا المخرج الشاب بوشباح وليد، وهو كان عرض المسرحية بالأمس بعنوان المسرحية بعنوان طلاق دون زواج. نبدأ مع المخرج الشاب. طلاق بدون زواج هو عمل من اقتباس أعمال اقتبست من أعمال الكاتب مولود فرعون. هل يمكن نعرف ما موضوع هذه المسرحية وماذا تعالج؟ c'est une écriture de les noces de les مولود فرعون. C'est un journal يومية تبعه اللي كتبوا من 1955 حتى 1962. C'est des notes يوميات اللي كتبهم jour par jour. C'est pendant une période coloniale, أثناء الثورة. Il a posé des questions, كان عنده تساؤلات. Il a toujours imaginé tanner l'Algérie en post-indépendance. Bad al-istiqlal. C'est une pièce qui a été jouée par Fodil Assoul et Mourad Oujit et Farouk Boutaji. C'est des comédiens qu'ils ont fait à l'école, Darul Mahad. C'est une aventure et c'est un challenge. pour monter cette pièce في إطار المهرجان الدولي للمسرح. نفهم من هذا أنكم قمتم بإسقاط نظرة الكاتب مولود فرعون على خشبة المسرح ونشوفته وحاولتوا أن تأقلموا هذه النظرة مع الواقع المعاش. نعم، on a vu avoir un regard actuel parce que مولود فرعون il a toujours projeté l'Algérie en post-indépendance. Quand on a des questions, même nous, jeunesse actuelle, on a essayé de poser des questions et de comparer les deux périodes. كان أول عرض قمت به بالأمس بدار ثقافة طاووس عمروش. أين سيكون العرض اليوم؟ On va jouer normalement là-bas في برشيش. هنا في بجاية. في بجاية. après عندنا بعض مسرحيات هنا في بجاية تشي ودميزور طواحي بجاية. إن شاء الله ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. معنا أيضا السيد إبراهيم نوال بصفتك مدير ومنسق الملتقى لمثل الجانب العلمي لهذه التظاهرة. هل يمكن قبل ما نتحدث عن الملتقى بحكم خبرتكم في هذا الميدان كيف تقيم الطبعات السابقة وهذه الطبعة من حيث عدد المشاركين من حيث العروض المقدمة؟ هي في الحقيقة بجاية أصبحت مرجعية للفضاءات المسرحية والفضاءات الثقافية، ليست فقط فضاء للمسرح أو العروض المسرحية، ولكن هي أيضا فضاءات للإنتاج الفكري والتربوي والمعنوي لكل حياة الثقافية في الجزائر، وهي أيضا نافذة مفتوحة على العالم. وبدون شك هي أيضا فضاء للتجارب، يعني ما قدمه وليد هو أيضا يدخل في هذه الفلسفة، فلسفة بعث وإحضار التجارب الشبانية اللي تخرجوا من المعهد العالي لفنون العرض والسمع البصري، وأيضا تجارب أخرى من تجربة كيلاني أو تجربة مسرح يعني الشباب. ونظن أنه هذه السنة ربحنا بكل صراحة أقولها وبفخر أنه مهرجان بجاية أصبح قطب من يعني كبير للثقافة وللمسرح الجزائري والمسرح العالمي. طبعا وتبقى بجاية قبلة رجال المسرح أسبوع. الملتقى العلمي نظم تحت عنوان الطقس والمقدس في المسرح المعاصر. هل يمكن أنك تفسر لنا ما معنى هذا العنوان وإشكالية الملتقى؟ هي عندما قررت اللجنة العلمية واللجنة المنظمة لهذا الملتقى، هذا يدخل في التسلسل اللي عملته اللجنة المنظمة منذ 2011، لأن المسرح لابد أن نبدأ وندخله من باب التاريخ، لكن أيضا من باب النقد والتحليل.
وعملية يعني وفكرة هذا الموضوع هي فكرة مهمة جدا، لأننا ننتمي إلى حضارة عميقة، حضارة عربية إسلامية إفريقية، وهذا أيضا يدخل في الثقافة المتوسطية للجزائر مفتوحة على العالم. وعندما نقول الطقس والمقدس والمسرح هي في الحقيقة ثلاثية لا مفر منها، لأن المسرح جاء من معطف أو خرج من معطف المقدس والطقس. عندما نتكلم عن الجزائر فقط نعرف كلنا أنه جدتي تعرف بوغنجا وتعرف كل أيراد وتعرف كل هذه الاحتفالية. عندما نتكلم على الجنوب الجزائري سبيبة هي أولا وقبل كل شيء يعني طقوس، بعدما أصبحت اليوم عروض جميلة جدا في متناول الجميع. عندما ندخل إلى المسرح العالمي نفس الشيء نقول أنه المسرح العالمي أيضا خرج من معطف هذا يعني الطقس والمقدس. ونظن أيضا أنه العملية اللي راح تكون إن شاء الله هي تساؤلات من طرف الأساتذة الحاضرين من العالم كله، يعني سواء من السويد أو من ألمانيا أو من بلدان الإفريقية والعربية. نعرف عدد الأساتذة وعدد المداخلات. مداخلات 20 مداخل مداخلة. الشيء المهم هو أننا سوف نتعامل ونبحث مع بعض ونتساءل مع أولا الباحثين، لكن أيضا المسرحيين. مهم أننا نعرف أنه مثلا كما تفضل به وزير الثقافة أن الجزائر هي بلد المسرح الأول والطقوس الأولى للعالمية، أي أكثر من 8000 يعني سنة قبل الميلاد، وهذا شيء مهم جدا أن طبعاً نتعرف عليه. طبعا سؤالنا الأخير، هل هناك ميزة تخص هذا الملتقى عن باقي الملتقيات؟ نعم، الميزة هي أولا هذه السنة الشيء المهم هو التساؤل، ليس فقط من الناحية النقدية والتحليلية، ولكن هو أيضا مرجعية للبحث مع المسرحيين، وكل التجارب التي سجلت في الجزائر خاصة التجارب التي جاءت من الشباب مثل كيلاني مثلا، وهو مخرج يعني شاب ولكن له ما يقدم من توضيحات حول هذه العملية التي تصب في المفهوم المعاصر وليس فقط التاريخي أو ما قبل التاريخ، لكن نريد أن نتعامل مع الأحداث ومع التجارب الجديدة الحديثة التي نعيشها. يعني تريد أن تقول أن المسرح بنظرة مستقبلية. نعم، وبوست دراماتيك يعني حقيقة هي بنظرة مستقبلية، لأننا نبني لمسرح المستقبل مع شباب مثل وليد وكل هاد الشباب الذين يعملون في الحقل الثقافي والمسرحي. إن شاء الله بالتوفيق. نشكركم السيد نوال إبراهيم على 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 هذا التوضيحات. نشكر أيضا الشاب المخرج وليد بوشباح، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في هذا المهرجان طيلة الأسبوع. هذا ما لدينا لنهار اليوم في نفس التوقيت ونفس المكان غدا إن شاء الله، باش نتحدث أيضا عن ذكرى الخالدة، ذكرى أول نوفمبر. يعطيك الصحة محمد، إن شاء الله نلقيك في أعداد أخرى وفي تغطيات أخرى لفعاليات هذا المهرجان الدولي للمسرح في طبعته السابعة ببيجايا. هذا المهرجان اللي معروف وعنده أيضا ممكن مشاركات كبيرة راح تشارك في هذا المهرجان من مختلف المسارح وأيضا مختلف عشاق المسرح أيضا اللي يحبوا أنهم يحضروا ويكونوا حاضرين في العروض المسرحية اللي راح ينبرمجة في إطار هذا المهرجان الدولي للمسرح لولاية بيجاية. راح نروح بكم ممكن كما المسرح عنده تأثير في الجمهور دياله، في الناس اللي تحضر للمسرحيات، أيضا الألوان عندها تأثير على شخصية ونفسية الفرد. ممكن أنه ندرس الشخصية من خلال
اللون المفضل، كما انه نسقطوا هذا اللون على شخصيه الفرد وعلى نفسيه الفرد، انه عارفوا انه لتاثير ممكن الالوان نسموا بها الغرف في النوم ديالنا ولا قاعات الصالون او قاعات الجلوس ديالنا ولا حتى الهندام ديالنا نلبسوه، الالوان تاعو عندها تاثير على نفسيه الفرد. يلا نتعرفوا على تاثيرات هذه الالوان على نفسيه الشخص خلال هذا الريبورتاج من توقيع عائشه مشتا، ونرجع لكم. خلق الكون متجانسا في أشكاله وألوانه، والألوان على اختلافها كانت منذ 2500 عام كطاقة للعلاج عند الأغريق والمصريين وحتى الصينيين. أثبتت الدراسات العلمية أن هنالك مراكز محددة داخل أجسامنا تتأثر بالألوان وتتزود بالطاقة التي تعمل على تصحيح الاضطرابات الشعورية أو النفسية، ولكل واحد منا ذوقه الخاص باختيار الألوان التي تبعث في نفسه شعور بالراحة والإطمئنان. توصل العلماء بعد دراسة تأثيرات الألوان على المزاج والصحة وطريقة التفكير إلى أن تفضيل لون معين على آخر يكمن في آليات تأثيره على مشاعر الإنسان وأحاسيسه. يمكن للعين البشرية أن تميز 250 درجة من الألوان المختلفة، ولكل واحد منا ذوقه الخاص في اختيار الألوان التي تتلائم مع نفسيته سواء في الديكور أو اللباس أو الأكل وكل ما يحيط به من ألوان. Généralement, on a le sombre. Les couleurs claires. On a les couleurs tapantes, comme le néon ou le vert. On a le clair, on a le beige, on a le gaz, on a le bleu. Je pense que c'est très bien, tu as une razana. Parce que c'est simple. Les couleurs rouges surtout. Je dis que je vois les couleurs claires, je me sens bien, je suis bien. لي كولور فرونسي سي بلوتو في الشتاء يكون الحال ثاني على حسب الحال. لو نوار باسكو لي سامبر يرمز الى الحزن، ماشي كيما لو بيج باهي، وثاني ما مير تحب لو بيج لو مارون سي بور سا نحبو انا. الراحه والقوه. صح حاجه كلير كيما دوك الشمس كيما لي صولاي. كيما نقولوا السما زرقاء حاجه البحر. ابيض والاسود. لا باسكو كيما الروج الفار تاع النساء. أقول لكم يقولوا تاع الغازون فار كلار الجيش شغل الانسان يريح كان اللي تلقاه يحب الالوان القاتمه كما يقول عنده شخصيه صح كاينه منها كيما الروج وكاع شغل نقولوا واحد اللي مقلق غير سبيسيال هكا تي شيك مو تحسي عندك هيبه عندك قوه عندك الابيض والاسود يعني شخصيه ما كلاسيكيه تجبد الانتباه مي كاين الناس اللي يحب يكون سامبل ما يحبش يعني يميزوه على الاخرين هكذا ما على باش صح كاين بيان سور دوك باغ اكزومبل كي يكون طون كوفر بحال مغموم واحد كيما نقولوا شي شي كمو يولي شغل اكتئاب كيما نقول الالوان الزاهيه ان شاء الله ما ماشي تاع انسان رزين ولا عفسه هكا باغ اكزومبل واحد كيكون ستريسي ولا حاجه يشوف السما يشوف البحر بلو سيال يرتاح يتنحالو لو ستريس مي هكا كي تكون الشمس كلا شغل ملاح واحد يحس روحو على سكن مو بيرسونيلمون نحب لو بلو لو بلو فونسي لو نوار تلقايه لي توجور ريزيرفي يقعد وحده يحب يلبس لو نوار ما يحبش يلبس لي كولور دايما لي كولور سومبر نوار كما نقولو حنا حاجه بون ما نقولوش يتشائموا منها باسكو ماشي داخله في الدين تاعنا مي شغل هكا البلون كما نقول زعما السلام هكذا لو فير كما نقولوا الحياه هكذا ابي بري
كي كيعرف زعما ما يكونش مليح ولا يلبس نوار وكاع، بصح حاجه واحده اخرى زعما كيكون مليح ولا كيما في الصباح يحس روحو مليح يلبس ان كولور كلير. لي كولور فيف سي بلوتو في الصيف، في الصيف في الخريف مين نقدروا نلبسوا لي كولور كلير. هو تأثير الألوان على الصحة النفسية للفرد، بالتالي كل واحد فينا نقدر بالك نقرأ شوية نفسيته شوية من شخصيته من خلال الألوان المفضلة دي. هي دراسات نسبية، ليست دراسات يعني مطلقة 100%، لكن نقدر شوية هكذا نعرف الواحد إذا كان هادئ ماشي هادئ على حساب يعني معنى الألوان، لأنه حتى الألوان عندها قراءة وعندها معنى، إما في الزهور ولا حتى في مختلف الأشياء الملونة، كما نقول لما نقول الأبيض نقول الصفاء نقول النقاء، إذا قلنا الأحمر نقول لون الحب وغيرها من المعاني اللي ترتبط بالألوان. من الصحة النفسية نروح إلى صحة طب الأسنان وصحة أسناننا اللي لازم نهتم بها دائما. بعد الفاصل نستقبل وياكم الدكتور منتهى الحاج للحديث عن موضوع أكيد حيهم خاصة يعني الأمهات. يلا بعد الفاصل. صباح الخير دكتور. صباح الخير. كيف الأحوال؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. في كل مرة نطرق لموضوع أكيد يهم صحة أسناننا، ممكن تكون ممكن تقنية جديدة، ممكن تكون يعني جراحة جديدة أو إدراج جديد على جراحة من جراحات الأسنان. اليوم احنا نهتم بصحة أسنان الطفل إن شاء الله بالدرجة الأولى. احنا عندنا مجموعة من الأسئلة ممكن الحين نشوفوهم، قلت لي انتروغاتوار سؤال بعد سؤال وراح نعاودوا نجاوبوهم، لأنها أسئلة وصلتنا للبرنامج وكلها تصب دائما في ممكن صحة الأسنان الأطفال. نروح مع أول سؤال اللي هي ما هي الأسنان اللبنية؟ الأسنان اللبنية أو الأسنان المؤقتة هي الأسنان اللي يعيش فيها الطفل من حوالي عمر 6 أشهر. لو طون دي ريبسيون هلا سي با مش اكزاكت مش دقيقه، يعني في ناس يطلع لهم اول سن في 4 أشهر يمكن اقل، في ناس تخلق عندها سن او سنين حتى العمر اللي يبداو يبدلوا الاسنان تاعهم اللي هي ابارتيغ دو 6 ans، 6 سنوات 7 سنوات يبدا تغيير الاسنان، يبدا حتى 10 سنوات 11 سنه يروحوا كل الاسنان. حتى يعني في عدد الاسنان يعني يختلف بين اللبنيه وبين بين المؤقته والدائمه. ايه الاسنان المؤقته تكون 10 اسنان في الفك الواحد اللي هي القواطع 4 كم مثل الاسنان تاع الكبار، الانياب موجوده هي اللي مش موجودة عند الطفل الصغير، وكاين 2 أضراس كمان من كل جهة هي اللي ما تكونش. هذا بالنسبة للتعريف. بالنسبة بلاك نروحوا للسؤال الثاني اللي وصل لي البرنامج، يقول هل يجب خلع السن اللبني عند التسوس؟ لأنه بعض الأطفال صبوا عندهم تسوس في الأسنان، صح نحولهم ولا ما نحولهمش؟ شوف هو حسب درجة التسوس، حسب درجة تسوس السن. هلا في كل الأسنان إذا كانت مؤقتة لبنية أو لا، شو ما كان وضع السن نحاولوا كل الحالات نقارد لادون نحافظوا عليها نعالجوها للسن، وفي علاج حتى للعصب تاع الأسنان تاع الأطفال، يعني في الحالات اللي كا إكستريم اللي نشيلوه السن اللبني، وإلا لازم نحافظوا عليه. إيه لازم نحافظ عليه حتى يعني يظهر لنمو الفك، مش لانه السن راه ياكل به الطفل، لانه كل سن نشيلوه اي بو بيرتوربي نمو الفك تاع الطفل. يعني راح يكون عنده مضاعفات اخرى مضاعفات بس يكبر الطفل. راح نطرقوا بالك المضاعفات. نروحوا لسؤال اخر من الاسئله اللي عندنا، يقول لك ما هي فوائد الاسنان اللبنيه اللي ممكن تقتصر على الجانب الصحي فقط ولا عندها جوانب اخرى؟ اول شيء الاسنان اللبنيه ياكل فيها الطفل، يعني هي اول شيء للاكل. ثاني سبب اللي هو المنتيان، يعني تحافظ على القياس تاع الفك تاعو. كاين كثير اطفال يشيلوا لهم الاسنان تاعهم كل ما يتسوى السن اللبني يروح ينحوه بعدين يتخوف 4 سنوات ما عندوش الاسنان، لانه الاهل يفكروا او حتى اوقات الدكتور يفكر انه الاسنان هو لي بروفيزوار، يصير عنده 6 سنين تطلع اسنان ما ينموش الفك تاعو ما يكبرش.
هاي المشكل اللي يصير. خاصة لما النحو والسن اللبني ممكن هذاك الفراغ الموجود بين السن والسن راح يعني يصغار، بالتالي السن الاخرى اللي تجي تخرج السن دائما ما تصيرش مكان وين لازم تخرج. في نمو الفك يعني بعدين الاسنان الجديدة اللي لازم تطلع ما يصيرش عندها محل. يقعد الفك تاعه صغير. ويولي مشكل آخر صح. أكبر أكبر بكثير. هل أو ما الذي يجب فعله عند شعور الطفل بألم في أسنانه؟ أكيد لازم يروح عند حكيم الأسنان، وفي أي حالة الحكيم لازم يعرف وش هو النوع الألم، لأنه أوقات يكون مش ألم أسنان، في كثير حالات يكون مشكل في اللثة أو غير مشكل يعني أنوتخ بروبليم، لازم الحكيم يعرف مشكل أسنان أو لا. هو اللي يقدر يعني يقدر يعرف وش لازم يكون وش ندير. الطفل ما يعرفش يحكي يعبر مثل الكبير، الكبير يقدر يعرف وين يوجعوا اكزاكتومون، الصغير مش راح يعرف يساعد الحكيم او اهله يقول لهم هون يوجعني او هذا السن يوجعني. يعني ممكن الطفل درايته بصحة أسنانه تكون محدودة نوعا ما، بالتالي العديد من الأطفال عندهم تشوهات على مستوى الأسنان، كي يكون هشاشة في الأسنان يعني السن ماشي كامل، هذا الشيء كيفاش نقدروا نتعاملوا معه؟ هذا موضوع لازم المفروض نعمل حلقة على هذا الموضوع لأنه كثير طويل، رح جرب اختصروا تشوهات الأسنان في العامل الوراثي أول شيء، في وقت الحمل يمكن الأم شربت دواء معين او عرفت كيف او دي مالفورماسيون بدون ما تكون السبب، يعني الام وحدها يكون يصير فيه التشوه، ان تروماتيزم يكون صار مع الولد، تروماتيزم يعني اللي تومبي يتحركوا لي جيرم قبل ما يطلعوا الاسنان يمكن يتغير الشكل تاعهم او يوقف النمو تاعهم. الرضاعه اللي لي زونفون اللي يستعملوا لو سان تاع لور مامون مثل سوسيت يناموا هن يرضعوا في الليل. كمان هذه مش منيحة ابدا. اوقات لاسيسيون دو بوس يعني هلا عطيت كم سبب يعني تخرج الاسنان يكونوا شغل ظاهرين. المشكل مش بس في الاسنان، في العظم في الفك، الفك هذا يطلع والفك هذا يدخل. يعني خاصة من دو بروفيل حيبان ان ديكالاج بين الفكين. وهذا التأثير يعني سلبي كثير على صحة أسنانك، خاصة بعدين كي يكبر المريض يصير عنده مشكل نفسي، سي ان غران بروبليم، بس يكون عند المشكل الأسنان يأثر على نفسية الأدوليسون. لأن كما نقولوا الأسنان هي الواجهة، لما تكون أسنان شابة وتكون بيضة وتكون مستفى راح تعطي ممكن أسيورونس للشخص أنه لما يقابل الناس يهضر مع ناس ما يحشمش، يقدر يهضر يقدر يضحك يقدر يتبسم وغيرها. كاين ممكن شيء مهم جدا، طبيب الاسنان بالنسبه للاطفال يعني في بعض الاحيان نسمو بزاف الاطفال يتخوفوا كيف من طبيب الاسنان، كيفاش نحبب الطفل تاعنا في طبيب الاسنان؟ هلا دائما المفروض يجيبوا الاهل الطفل تاعهم زياره يعني مثل تعارف، حتى اذا ما عندوش مشكل في عمر 3 سنوات يجيبوه زياره عند الدونتيست، ويفو لازم كمان يختاروا دونتيست بشوش كأول أول كونتاكت، الطفل ما يخافش. مش لازم كمان الطفل يشوفوا لي زانسترومون الأبر الكبار تو، يعمل زيارة مرة مرتين عند الحكيم أبخي لوحده يصير يقعد في الفوتوي ويخليه يعني يولي بالك يوالف هذا الطبيب. مش ضروري من أول مرة نبداو العلاج على الطفل، مرة مرتين حتى نحسوه نفسيا جاهز. وفي بعض الأحيان يقول لك نحن الطفل يعني نخليه يوالف حكيم واحد ولا طبيب أسنان واحد، إذا كان دار فيه ثقة ما نديروش عند واحد آخر، دائما هو اللي تولي بيناتهم نوعا ما صداقة. هو من الكونتاكت من أول مرة يبان حب هذا الدونتيست أو لا، يبين يعني على الطفل. هذا بالنسبة لتحبيب ممكن الطفل في طبيب الأسنان. بالنسبة فقط سؤال، ماذا ينصح أو ينصح طبيب الأسنان بوضع سلك تقويم الأسنان في الدونتير أو يعني لاباري دونتير؟ أورتودونتيك لو تريتمون أورتودونتيك كمان موضوع كثير إلي ترو فاست، راح جرب أختصر فيه. التقويم الأسنان فيه نوعين، فيه لو تريتمون أورتودونتيك اللي هو بس الأسنان نعالجه بس الأسنان، وفيه العلاج اللي قلت افون يصير مشكل في الفك في نمو الفك. ليمون الحكيم لو سبيسياليست نو دي اف يعالج الاسنان ويعالج نمو الفك، الفك الصغير اللي ما لم ينمو. هون بس الاهل ينتبهوا انه يعني ديكالاج لازم يجيبوا الطفل لو بلوتو بوسيبل، يعني اوقات خاصه بس تكون لا دونتور ميكست
يعني يكون مختلط بين اسنان لبنيه وبدات تطلع له الولد اسنان لي دونتور مال يعني بين 8 سنوات و 12 سنه احسن وقت نعالجوا فيه الاطفال. هذا دائما نقولوا انه النصيحه الاولى لازم الوالد والوالده ياخذوا الطفل تاعهم عن طبيب الاسنان. هو في البيت لازم مراقبه الطفل في كل شيء يعني مش بس الاسنان تاعو، يعني الاهل هنا ينتبهوا اكثر اوقات من الناس اللي برا المعلمين تاعو او او الاهل بالفعل. ممكن في الختام نصائح عامه واش نقدروا نقولوا للام والاب لو شاهدنا بالنسبه لصحه اسنان اطفالهم؟ هلا اول شيء الاهل راح يقل الاولاد راح يقلدوا اهلهم، يعني اذا الولد يشوف الام تاعو والاب تاعو كل يوم يبغوس لوغ دون لا بونيجين يعني يهتموا باسنانهم يصير شيء اوتوماتيك، الولد يحب يعاند اهله يعني هني المثل تاعو، ما راح يتشوازي ان اكزامبل برا، يعني هي اول شيء يعني مثل ما تكون ابنك راح يكون مثلك، يعني اهم شيء لازم يحافظوا على اسنانه ولازم يوعوا الطفل وقت ما هو صغير يشرحوا له الولد يفو با لو سوزيستيمي نستخفوا فيه، يعني فينا نشرح له نقعدوه نشرحوا له السوسه كيف تتسوس كيف نعالجه ولا بريفونسيون، اهم شيء الوقايه. الوقايه اهم شيء لان الوقايه خير من ألف علاج وينقصوا ايضا من اكل يعني الحلوى. والله انا من النوع اللي ما ماني ضد لي بونبون اذا استعملوها بكميات معقوله يعني وكانت نظافه الاسنان منيحه، ما فيك تحرم الولد اوسي من كل شيء حرام. هذا اللي يدخل في نهار اليوم في موضوع صحه اسنان الطفل. الى موضوع اخر ان شاء الله الاسبوع القادم إن شاء الله. كل يوم سبت نتلاقاو معك وراح يكونوا كاينين مواضيع ممكن ناخذوا مواضيع من الاسئله اللي خديناها وراح نتعمقوا فيها اكثر ان شاء الله اكثر نتوسعوا فيها ان شاء الله. شكرا لك دكتور ممتاز الحاج كنت معنا في هذا الصباح وشكرا على المعلومات اللي قدمتيها لنا فيما يتعلق بصحه اسنان الطفل. راح نروح بكم الى التحسيس الى التوعيه الى لما لا الوقايه. التشخيص المبكر هو بالدرجه الاولى واش نطمحوا له لانه نعيش اليوم اخر يوم من اكتوبر الوردي شهر سرطان الثدي وكنا درنا حمله تحسيسيه خلال طيله هذا الشهر وين تطرقنا الى مختلف الاسئله الممكن تخطر على بال كل امراه فيما يتعلق بصحتها وما يتعلق بسرطان الثدي. اخر سؤال معنا لنهار اليوم هو عن الأسباب التي تؤدي إلى ظهور سرطان الثدي أو أن المرأة تمرض بسرطان الثدي. الإجابة من خلال هذا الروبرتاج. مساء الخير. أسباب سرطان الثدي متعددة. أولاً أسباب هرمونية، أي أن الهرمونات الموجودة في جسم المرأة تشكل عاملاً مشجعاً على تطور المرض. هذه الهرمونات هي أستروجين والبروجستيرون. يبدأ جسم المرأة في إفراز هذين الهرمونين مع سن البلوغ ويتواصل حتى سن اليأس بعد 40. هذا السبب لا يمكن الوقاية منه لأن إفراز هذه الهرمونات طبيعي وضروري ولا بديل عنه. ثانياً تغير نمط الحياة والتخلي عن الرضاعة الطبيعية التي تشكل عامل حماية للمرأة. ثالثاً الحمل في سن متأخرة أو عدم الحمل نهائياً. رابعاً أسباب وراثية لها علاقة بالجينات التي يمكن أن تحمل خللاً يتسبب في ظهور هذا المرض وانتقاله وراثياً. وفي حال وجود عدة حالات في عائلة واحدة يجب الانتباه إلى هذا السبب وإجراء فحوصات مكملة ويصل الأمر إلى إجراء جراحة وقائية. خامساً العلاج الإشعاعي الراديوثيرابي، وهذا يخص المريضات اللواتي خضعن لعلاج إشعاعي بسبب سرطان الغدد الليمفاوية. سادساً السمنة وتناول الدهون بكمية كبيرة. سابعاً التدخين والإفراط في تناول المشروبات الكحولية. هناك أسباب لا يمكن تفاديها وهناك أسباب يمكن الوقاية منها، وعموماً كل امرأة لديها عوامل الخطر التي ذكرناها يجب أن تخضع لمراقبة صحية هدفها تشخيص سرطان الثدي
قبل وصوله إلى حجم حبة الحمص، وهذا لا يتم سوى بوسيلتين: الفحص الدوري من طرف طبيب على الأقل مرة واحدة في السنة، إجراء أشعة الماموغرافي بعد سن 40. موعدنا يتجدد غدا. إن شاء الله، لأنه التحسيس ليس فقط في شهر أكتوبر وإنما على طول السنة، خاصة بالنسبة للتشخيص المبكر. تحية لجمعية الأمل اللي تحاول أنها تقدم هذه الخدمة للمجتمع الجزائري، تحاول أنها تحسس وتوعي المرأة الجزائرية بضرورة المحافظة على الصحة ديالها وضرورة التشخيص المبكر فيما يتعلق بسرطان الثدي. احنا نحاولوا أن نعيش معكم مع كل طبقات المجتمع من الصغير الكبير مرورا بها. الشباب يلا شباب عنده نصيب معنا في هذا الصباح من خلال برنامج صباح الخير. راح نتحدثوا على شباب من مختلف الولايات من طمنراس حتى القسنطينه، راح نشوفوهم في فقره شباب في هذا الصباح مع ياسين ودخليجات. صباح الخير يوسف، مشاهدينا صباحكم سعيد، اهلا بكم في عدد جديد من ركن شباب. انا في خيمه صحراويه في مدينه الجزائر العاصمه، اهل طمنراس يوم في زياره الى الجزائر، نرحب بهم، نتعرفوا على فتيات مدينه طمنراس وعلى اله الامزاد من خلال البورتر التالي. هن فتيات مدينه طمنراس ينتمين الى جمعيه امزاد ادلستين ترابين بدار الامزاد بتمنغست، يعزفنا على آلة الإمزاد ليمتعن كل من يسمع إيقاعتهن. إيه النهار اللي شفت الآلة نتاع الإمزاد حبيتها، بديت نتعلم فيها. اسمها هاي تقاليد بلادنا وهذه ثراتنا وهذا هو مستقبلنا، إمزاد هذا هو مستقبلهم وهو ثراتهم، لازم يتعلموه ما تسمى ما عنه حيازة. الأستاذة نتاعي من تنترابي شتيما بوزيد هي اللي علمتني الإمزاد. هي علموها عماتها وحناتها وهما يعلموا البنيات الصغيرات. خلاص سلمات تارة وينك؟ النهار اللي كملت يعني تعلمت خلاص، درت عام والله عام يعني خلاص كملت تعلمت كل شيء، يعني نتاع الأحزاب نتاع الإمزاد. لك ذاك اللي لقات هي عند ماتها وجداياتها باغية توصلوا لبلاصة لا لها حدود، ما عندها حدود، تسمى البلاصة اللي باغا توصل لها بلا حدود. حبيت نتمثل بلادي في العالم، الغناء يعني من إمزاد وين تعلمت، كي كنت نحذف الإمزاد نغنوا مع الإمزاد حتى أني تعلمت حتى الغناء نتاعو. عندي 15 بنت اللي نتعلمهم الإمزاد. جمعية إمزاد حلت من 2003، درنا ليكول ديمزاد في طمنراست تنترابين إدلس، والحمد لله في الوقت هذا إمزاد ما انقرضش. قبل ما كاش غير زوج عزايز، واحد توفى بقات واحدة، والحمد لله اليوم تشوف استاذات اللي تخرجوا راهم يقروا. طابع التندي المعروف في مدينة طمنراست تبدع فيه شابات المنطقة بأحلى صوت. الحفاظ على الموروث الثقافي هو الهدف المنشود الذي تسعى للحفاظ عليه شابات مدينة طمنراست. ما زلنا دائما مع شباب مدينة طمنراست اللي عندهم مواهب جمة، بعد ما كنا مع فتيات ليعزفوا على آلة الإمزاد والتندي وليأبدعوا فيها، الآن راح نتعرفوا على فرقة تاكوبا من مدينة طمنراست وبالضبط من جمعية إمزاد من خلال الروبورتاج التالي. فرقة تاكوبا الشبابية من مدينة طمنراست تعد من بين الفرق الموسيقية التي تسعى للحفاظ على الموروث الثقافي الأصيل بالمنطقة بدار الإمزاد. الجمعية نتاع الإمزاد راهي هي اللي وفرت لنا كما نقولوا الوسائل نتاع القاع الشباب، ماشي غير احنا يعني قاع الشباب اللي عندهم نشاط باغين يبرزوه ويقدموه يجوا لدار الامزاد تما ودعمهم الجمعيه ويديروا فرقه على روحهم قاع كما نقولوا عبر الوطن. يعني يعزف شباب فرقة تاكوبا موسيقى جميلة تأخذك للغوص في أعماق الصحراء
مرفوقة برقصة تاكوبا التي تصنع لوحة فنية رائعة. دورنا مع الولايات هنا وخرجنا مع البلدان، خرجنا كما نقولوا لحقنا فرنسا إيطاليا، خرجت الجمعية كومبلي نص يعني الفرقة اللي فرقة خاصة الفرقة نتاع القطار والفرقة نتاع تاكوبا هادي والمزاد يعني عبر العالم. لاباس رانا نلقاو الصدى نتاع الجمهور يعني حار لاباس، ويعجبهم هذا الشيء اللي رانا نقدمو فيه، ويعني مازال عجبهم كما نقولوا المحافظة اللي رانا محافظين على التراث هذا، وماذا بينا يعني حتى الشباب يزيدوا اللي عنده زعمة موهبة والله حاجة واحدة يعاود يدخل معنا في الجمعية. فرقة تاكوبا الشبابية التابعة لجمعية إمزاد بتمن راست، أعضاؤها كلهم شباب يتمتعون بالنشاط والحيوية، ومسعاهم دائما التميز والنجاح في مشوارهم الفني. الشباب مبدع ويحافظ على التراث الأصيل. بعد ما كنا في مدينة تمن راس لهي ضيفة في الجزائر العاصمة، نحط الرحال إلى عاصمة الثقافة العربية قسنطينة. قسنطينة عاصمة الجسور المعلقة، راح تعرفوا على الشاب المبدع واللي حافظ على التراث الجزائري الأصيل صناعة النحاس، الشاب يوسف عشوش من مدينة قسنطينة، خرافي في صناعة النحاس لتوارثها من جيل إلى جيل. نتعرف عليه من خلال البورتري التالي. من بين الحرف التي ما زال يحافظ عليها الشباب صناعة النحاس، وكعين منهم الشاب يوسف عشوش المنحدر من مدينة الجسور المعلقة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، الذي ورث حرفة صناعة النحاس من عائلته ليصنع تحفا تبهر كل من يشاهدها. الحرفة هذه تاع النحاس انا تسمى كما نقولوا هنا بكري تعجبني، ملي كنت صغير كنت نروح عند خوالي، كنت كي نروح انا عند خوالي ما نخرجش نلعب، نروح لاطوري ندخل نشوف حوس الفم هذه وشو اللي كاين وشو اللي قاعدين يخدموا. وتسمى من الوقت هذاك كما نقولوا هنا ويا عجبتني، وانا شاتي كما نقولوا هنا خدمها. يوسف عشوش رغم تحصله على شهادة ليسانس في العلوم القانونية وشهادة الكفاءة المهنية في المحاماة، إلا أنه لا زال محافظا على هذه الحرفة التي تعد موروثا ثمينا لا يزول. جبت مانيش قاعد نخدم كما نقولوا هنا بقرايتي، تسمى كي نخلص بعد كما نقولوا هنا حققت الهدف تاعي، حققت كما نقولوا هنا الأمنية تاعي، قلت كي نكبر شوية تسمى نخدم في حرفة النحاس هذه. تما كي خلص هذه درك 5 سنين جيت بديت نتعلم الحرفة تاع النحاس هذه، درك الحمد لله كاين حوايج بزاف نخدمهم، وهي الحرفة تاع النحاس هذه شويه صعيبه بيس كلش كما نقولوا هنا جهد عضلي، تما ما كان دا ماشينات يعاونوا وما كان والو، تما عندنا كما نقولوا هنا ثلث ادوات ولا ربع ادوات نخدموا بهم شي اللي شافت عين كامل. اذا اجتمعت الموهبه بحب حرفة الاجداد والطموح، فثمرة المجهود ستكلل بالنجاح. شباب الجزائري أيديهم من ذهب، مواهبهم جمة. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من ركن شباب. أضرب لكم موعدا للأسبوع المقبل، تقبلوا مني أجمل تحية، سلام. اجمل تحيه من ليك ياسين، يعطيك الصحه على هذه الجوله اللي خديتنا من خلالها من تمن راس الى غايه قسنطينه. هذا الشباب المبدع اللي كنا شفناهم حتى في صالون الابداع اللي كان اخت تيما بحرها هذا الاسبوع المنصرم، ومواعيد اخرى ممكن راح تمس صالونات اخرى ومهرجانات اخرى راح تكون من خلال ثقافه وترفيه مع عبد الرحيم بوترا بعد الفاصل.
صباح الخير مره ثانيه. صباح الخير عبد الرحيم. صباح الخير يوسف. صباح الخير. مش رايك؟ لا بس الحمد لله. وانت يا الحمد لله. الحمد لله. صباح الخير كذلك لكل المشاهدين والجمهور تاعنا اللي يشاهد فينا من خلال برنامج العائله الاول بامتياز، برنامج صباح الخير يا جزائر. وحنا نعيش الاحتفالات بالذكرى 61 لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية. هذا التاريخ اللي راح يقع راسخ يوسف في كامل ذاكرة الجزائريين، وفالاحتفاليات والفعاليات الثقافية أقول راهي منتشرة بكثرة في كل منطقة من الجزائر. فالإبداع دائما حاضر معنا يوسف جمهورنا الكريم. فحماية الممتلكات الفكرية كان انشغال تقاسمه كل من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مع كامل المبدعين الجزائريين من خلال الصالون الوطني للإبداع في طبعته الثانية اللي كانت انطلقت الفعالية تاعو مشاهدينا الكرام يوم 20 أكتوبر المنصرم وتواصلت إلى غاية 27 من نفس الشهر. المهرجان هذا أقول الصالون يوسف جاء تحت شعار لنبتكر لنبدع ولنحمي. حان الوقت الآن يوسف حتى نقضيو على كل شيء يكون مقلد على التقليد، حتى نعطيو القيمة والمكانة الحقيقية للتحف الفنية. الآن في إطار الاحتفالات بالذكرى تاع أول نوفمبر، تلاميذ المجمع المدرسي يوسف كاتب ياسين كانوا سجلوا الحضور تاعهم وسجلوا الاحتفالية هذه من خلال ملحمة تاريخية كانت سجلتها لنا تانيك الزميلة تاعنا أسمى الوناس اللي حنشوفوها في هذا الموضوع، وبعدها نعود نقولوا لمزيد من التفاصيل. من أجل القضية الوطنية وسبيل الله وسبيل الوطن والاستقلال. يا خاوة أتكلوا على الله. ذكرى الثورة التحريرية الجزائرية واحدة من المحطات الكبرى والعزيزة على قلوب الجزائريين الذين يحيونها ويحتفلون بها في كل مرة كل بطريقته. وهي الطريقة المميزة التي سجل بها تلاميذ المجمع المدرسي كاتب ياسين حضورهم بالمسرح الوطني محي الدين بشترزي من خلال ملحمة تاريخية بعنوان الطريق نحو الحرية تجسد أهم مراحل الثورة الجزائرية. أفلام ذا هادو حبينا عبر هذه الملحمة التاريخية يعرفوا واش صرا، واش داروا الكبار، واش داروا لوغ زيني، واش داروا جدودهم، واش داروا خوالهم عمومهم في عود السلاح اللي رفدوه الاخرين باش يديو الواجب تاعهم. اليوم هما يتعلموا يقراوا يكسبوا العلم، هذا هو السلاح تاعهم للمستقبل. المشاركة المميزة لطلاب المجمع الذين أبدعوا في القيام بأدوار شهداء ضحوا بالنفس والنفيس لعزة وحرية الجزائر لاقت إعجاب الأولياء والجمهور بالمسرح. تاريخ بلادنا لازم أولادنا هذوما يتعلموه ويكون ذكرى لهم دائما وما ينساوهش، وتحيا الجزائر وسورتو لازم نتفكروا شهدائنا الابرار الله يرحمهم ان شاء الله ويوسع. عجبوني الاحداث التاريخيه وكيف هبت لهم الاطفال. تعجبتني المسرحيه خاطر هضرت بزاف على تاريخ بلادي وتعلمت حوايج بزاف فيها. Je pense que c'est le meilleur moyen de au lieu que ce soit un cours plat comme ça donné dans en classe quand c'est une scène jouée et quand l'élève s'implique un peu plus et c'est tout bénéfique. مبادرة مميزة من المجمع المدرسي كاتب ياسين تهدف لترخيص تاريخ الجزائر بأذهان أبنائنا وعيش أحداثها للإحساس بالمسؤولية في مواصلة بناء البلد انطلاقا من تاريخ الأمة لكتابة مستقبلها.
يعني شوفوا انه حتى الاطفال عندهم هذه الطريقه باش يعبروا على حبهم للوطن وترسيخ كل ما هو روح وطنيه عند الطفل. ممكن من المسرح وين نروحوا؟ من المسرح الوطني محي الدين بشتازي يوسف نروحوا الى مدينه قسنطينه، هذه المدينه العريقه التي تعيش تظاهره كبيره عاصمه للثقافه العربيه 2015، بحيث اليوم ان شاء الله راح يكون اختتام الطبعه التاسعه للمهرجان الدولي للملوف، هذه الطبعه اللي راهي تعرف اقبال جمهور كبير على الولايه حتى يعيشوا يعني اجمل الاوقات، وكانوا عاشوا يعني سبعه ايام وليالي يعني متميزه يوسف من خلال الفرق الموسيقيه والجوق، كل جوق موسيقي اللي كان سجل الحضور تاعو سواء من داخل الجزائر او خارج الجزائر. يوسف الهدف من خلال هذا من وراء اقول هذا التظاهره هو انه يعني الحفاظ على تراثنا الموسيقي وكذلك اعطاء يعني نفس جديد من خلال اعطاء يعني فرص للعديد من الاصوات الجزائريه للمشاركه في هذه التظاهره. من ولايه الجسور المعلقه نعود نولوا بكم مشاهدينا الكرام الى الجزائر العاصمه، بحيث يعني راهي تعيش قصر او يعيش قصر المعارض بصنوبر البحري اللي كان شهد يوم 29 اكتوبر الماضي يوم الخميس، كان شهد انطلاق فعاليات الصالون الدولي للكتاب في الطبعه العشرين ديالو. هذا الطبعه اللي راهي تعرف يعني تعرف اقبال جمهور كثير وخاصه من فئه الشباب يوسف اللي راهم يقصدوا قصر المعارض حتى يبحثوا على كل ما هو جديد في الساحه الادبيه. والشيء الجميل ثاني زميل يوسف هو انه يعني المعرض راهو يعرف يعني بيع بالتوقيع، يوم الخميس كان شهد توقيع لكتاب الكاتبه المتالقه دائما الزهور الونيسي لكتابها الجديد تغريده المساء. هذا نروح الان مع زميلي زهير حتى يعني نشوفوا اهم المواعيد الثقافيه اللي راح تكون ان شاء الله مستقبلا، بحيث من 28 اكتوبر الى 4 نوفمبر افتتاح الطبعه السابعه للمهرجان الدولي للمسرح ببجايه بمشاركه دول عربيه واجنبيه بدار الثقافه والمسرح الجهوي عبد الملك لك أبو قرموحة. نروحوا إلى موعد ثقافي وخاصة أن الجزائر تعيش عدة فعاليات ثقافية بالفعل. يوسف كانت انطلقت يوم 26 أكتوبر إلى 29 نوفمبر الطابعة 12 للصالون الدولي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وهي دعوة للشباب الشغوف بميدان تكنولوجيا الإعلام والاتصال لحضور الفعاليات بقصر ثقافة مفدي زكريا يوسف بالجزائر العاصمة. أكيد حيعرف يعني مشاركة كبيرة وحضور كبير أيضا إن شاء الله. نروحوا إلى كانت انطلقت يوم 29 أكتوبر إلى 3 جانفي صالون الخريف الذي يضم أعمال فنانين تشكيليين لعرض أعمالهم الفنية برواق باية بقصر ثقافة مفدي زكريا، ويشهد كثير من الفعاليات الثقافية قصر الثقافة مفدي زكريا، فهي دعوة لكل محبين الفن التشكيلي. وهذا صالون الخريف دائما يجي ويرجع في كل سنة بمشاركات فنانين تشكيليين اللي يجوا يعني يعرضوا الإبداع ديالهم. إلى موعد آخر من 29 إلى أكتوبر إلى 29 نوفمبر وفي خلال الشهر معرض للفنانة التشكيلية العلالي منيرة لتبرز من خلاله تقنية الضغط على النحاس بعنوان تعابير على النحاس بقصر رياس البحر، والمبدعين الجزائريين يعني في كل مرة يتواجدوا في هذا المعارض. من 22 أكتوبر إلى 2 نوفمبر تنظم الفيدرالية الوطنية للحرف والصناعات التقليدية بتنسيق مع المجلس الشعبي البلدي لبلدية القبة معرض للصناعات التقليدية للتعريف يوسف بالمنتوج المحلي تحت شعار صنعة اليدين وطاعة الوالدين، شعار جميل جدا يوسف. بالفعل يقول لك تروح يرحب مال الجدين ولا يفنى مال الجدين تبقى صنعة اليدين. صنعة اليدين. إلى فعالية أخرى إلى غاية 11 نوفمبر 2015 تتواصل فعاليات معرض من الأصوات إلى النوبة بدار الثقافة ملك حداد بقسنطينة، وهذه الولاية اللي تعيش يعني تظاهرة القطب عاصمة للثقافة العربية 2015، فالعديد من الفعاليات راهو يعيشها الجمهور قسنطينة. أظن أنه هذه واحدة من الفعاليات اللي راهي بالك في قسنطينة، فعاليات أخرى تتواصل في هذا المدينة العتيقة على غرار معرض معرض الموسيقى الروحية القسنطينية من إلى غاية 30 ديسمبر بقصر الثقافة ملك حداد، وهذا بمشاركة زوايا جمعيات ومجموعات صوتية متخصصة في هذا النوع الموسيقي. جمهور قسنطينة راهو محظوظ بهذه الفعاليات يوسف، لأنه راهو يعيش يعني تظاهرة كبيرة، راهو يعيش تظاهرة ولا أجمل منها.
سيحتضن قصر معارض صنوبر البحري راهو احتضن يعني كنت حكيت عليها صالون الدولي للكتاب في طبعة العشرين ديالو من 28 إلى غاية 7 نوفمبر هاد بقصر المعارض الصنوبر البحري. وين كاين مشاركة دول كثيرة عربية ولا أجنبية وحتى يعني الجمهور الجزائري راهو يروح بكثرة. وخاصة أنه رانا نعيشوا يعني الاحتفال بذكرى أول نوفمبر من 25 إلى 9 نوفمبر مع تشكيلي للفنان بنزاوي برواق عائشة حدد. هذا واش كان عندنا يوسف لنهار اليوم. ان شاء الله يكونوا المشاهدين تاعنا سجلوا اهم المواعيد هنا محبين يروحوا في هذا الاسبوع وخلال الايام القليله القادمه ان شاء الله. ومواعيد اخرى حتكون اما معك ولا مع امينه عرجاني ان شاء الله من خلال فقره ثقافه وترفيه مع مختلف المواعيد الثقافيه. ديك الصحه عبد الرحيم. شكرا لك وشكرا لكل المشاهدين. نقول لك نهايه اسبوع موفقه ان شاء الله. شكرا. شكرا كامل الطاقم تعبان الصباح. شكرا لك عبد الرحيم. رايحين نروحوا في التغطية لفعاليات واحد من المواعيد الثقافية اللي كنت هدرت عليها وكنت قدمتها. هاد الفعاليات اللي راهي كثيرة في الجزائر بمختلف يعني الولايات من مهرجان الدولي الثقافي الدولي أقول للزخرفة والمنمنمات بقسنطينة إلى المهرجان الدولي للمسرح ببجاية. نحطوا رحلتنا في العاصمة ونتحدثوا على لما لا صالون الدولي للكتاب بالجزائر الجزائر 24. قبل هذا نروحوا بكم أنه نعيش هذا الأسبوع ذكرى عزيزة على قلوبنا هي الذكرى 61 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة. برنامج صباح الخير أكيد حيعيش الحدث من خلال عدد خاص بهذا الذكرى 61 مواضيع وأيضا ضيوف حيكونوا حاضرين معنا بث مزدوج حنضمنه لكم إما من محطتنا الجهوية وهران قسنطينة ورجلة بشار وحتى تغطية للاحتفالات اللي راح تجوب شوارع العاصمة عبر قنوات التلفزيون الجزائري. فاصل ونواصل. لاستقلالي وطنينا ينادينا لاستقلالي وطنينا تضحيتنا للوطن خير من الحياة بحياتي وبمالها عليك أضحي بحياتي وبمالي عليك يا بلادي يا بلادي أنا لا أهوى سواك قد سلت الدنيا فؤادي وتفانى في هواك قد سلت الدنيا فؤادي وتفانى في هواك كل شيء فيك ينمو حبه مثل النبات يا ترى يأتيك يوم تستهي فيه الحياة يا ترى يأتيك يوم تستهي فيه الحياة من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال ينادينا احنا نحيي كل الجزائريين ونفتخروا ان الجزائريين كل الجزائريين يشاهدون داخل التراب الوطني وخارج التراب الوطني من كنتوا رفدوا بك الاعلام تاع بلادنا افتخروا انكم جزائريين ورانا نعيشوا الذكرى 61 لاندلاع ثوره نوفمبر المجيده نعيشوا الذكرى ايضا اليوم من خلال برنامج صباح الخير مع مواقع الاسبوع يوسف يحيى بعد الفاصل. كل جزء من تراكي اننا اشبال
صباحكم وصباحكم كله خير ومحبه وبركات للجميع. صباحك مبروك يوسف. صباحك بالخير لك ولكل المشاهدين الكرام من خلال برنامج صباح الخير يا الجزائر ومختلف فقرات برنامج صباح الخير يا الجزائر اللي كما ودناكم في كل مره يواكبوا ايضا مختلف الاحداث وابرز الاحداث الوطنيه وحتى الدوليه. واليوم حدث تاريخي وطني مهم جدا، احتفال بذكرى جديده من ذكريات اندلاع الثوره التاريخيه المظفره المجيده. اليوم الموعد في صباحكم راح يكون مخصص للحديث عن بعض المواقع اللي عندها علاقه بالجانب التاريخي بالجانب الثوري ان صح القول. البدايه بواحد من المواقع الرسميه وموقع وزاره المجاهدين يوسف، الموقع اللي يتكلم عن عنده علاقه بالجانب التاريخي بالجانب الثوري ايضا للجزائر من خلال 3w.m-6mujahideen.dz. نتعرفوا على موقع المجاهدين كما نشوفوا من خلال صور وما انتم راح تشوفوا ايضا في العنوان اللي يكون في اسفل الشاشه عنوان موقع وزاره المجاهدين عفوا نعاودوا هو 3w.m-6mujahideen.dz. هذا هو الموقع، الموقع اللي يقدم لنا مختلف نشاطات الوزاره المعنيه بهذا القطاع، مختلف النشاطات الانشطه وايضا الذكريات. وعلى الجهه اليسرى نشوفوا مذكره يوسف، مذكره فيها مختلف الايام الوطنيه ومختلف الاعياد ايضا الثوريه. اليوم الوطني للشهيد 18 فبراير، يوم النصر مجازر 8 ماي، يوم الطالب، عيد الاستقلال، اندلاع الثوره التحريريه المجيده. كل هذه المواعيد ومختلف هذه المواعيد نلقاها ايضا من خلال هذا الموقع. موقع اخر ايضا عفوا راح نتعرفوا عليه مثل ما كاين المواقع الرسميه اللي هي ممثلة في موقع وزارة المجاهدين مثلا، كاين أيضا مواقع شبابية أنشؤها شباب جزائريين يهتموا بالبحث في المجال التاريخي، البحث في المجال الثوري، التعريف بالجانب التاريخي للجزائر، الجانب الثوري أيضا للجزائر، مثل ما هو مبين مظاهر في موقع باب زمان 3w.babzman.com. هو موقع أيضا يعاود يولي بنا للزمن الجميل إن صح القول للجزائر، وللزمن التاريخي أيضا للجزائر، الزمن الثوري أيضا للجزائر. الموقع اللي يقدم خدمة أيضا للناس ربما اللي ما يقراوش باللغة العربية اللي يفضلوا القراءة باللغة الفرنسية، يقدم لهم أيضا هذه الخدمة. عنده هذا الهدف الأول خاصة للمغتربين ممكن، هو تدويل أيضا مختلف المعلومات وإيصالها للمغتربين للأجانب أيضا. هناك عدة أجانب وباحثين وسياح ربما اللي يحبوا يتعرفوا على تاريخ الجزائر يوسف يقدروا يتعرفوا عليه من خلال موقع 3w.babzman.com اللي يقدم لنا مختلف الاحداث كما نشوفوا، كما نشوفوا ايضا بورتريهات خاصه بشخصيات يوسف، عده ايضا احداث تاريخيه كانت مرت مقالات ايضا الجزائر، مقالات حتى المتصفحين لهذا الموقع يقدروا يشاركوا ايضا، يقدروا يتابعوا ايضا مختلف الفقرات من خلال بوابه كرونيك اللي تقدم لنا مختلف الفقرات التاريخيه والفقرات ايضا اللي عندها تاريخ بزمن ولا بزمان الجزائر، باتريموان من خلال التراث الجزائري ايضا نتعرفوا على لانه يروي ايضا تاريخنا، يروي ايضا تاريخنا ويمثل ايضا تاريخنا، ويشوفوا ايضا مختلف المناطق الاثريه والتاريخيه لهذا الموقع. هذا الموقع ربما يقدم المعلومه التاريخيه والمعلومه الزمنيه ولا الزمانيه بطريقه جديده وبلمسه حديثه تسهل على الشباب. نسيبوا حتى فيديوهات على مستوى هذا الموقع، نسيبوا فيديوهات على مستوى هذا الموقع بالنسبه للناس اللي يحبوا يتعرفوا على التاريخ من خلال الفيديو، لانه ربما في بعض الناس ما يحبوش يقراوا كثيرا ولا ما يحبوش يضيعوا بالك الوقت، ممكن الصوره تكون معبره اكثر، معبره اكثر، الرساله توصل اكثر من خلال الصوره. ايضا تعرفوا حتى على جانب اخر كما قلنا التراث الجزائري اللي يكون حتى وانه بعيد على التاريخ الجزائري الا انه يروي جانب اخر من من الجزائر، جانب اخر من الثروه الجزائريه في مجال التاريخ وفي مجال التراث. هذا فيما يخص موقع باب زمان .com. بالك حاجه مليحه يوسف في الموقع انه رانا نشوفوا انه يعني فيه تحديث، فيه ميزاجور يعيش يعني الحدث، يعيش الحدث من الاحداث بالفعل باحتفال بالذكرى اول نوفمبر، نلقاو جديد في هذا الموقع من خلال ذكرى اول نوفمبر، ذكرى عيد الاستقلال والشباب، ذكرى يوم الطالب ايضا. في كل مره يواكب الاحداث. الحاجه المليحه ايضا اللي في هذا الموقع هو انه انشؤه شباب جزائريين، كاين شباب اللي قايمين على هذا الموقع، شباب ايضا اللي يقدروا يلتحقوا بهذا الموقع. انتم المشاهدين الكرام اذا كانت عندكم لو نذكروا بالموقع الالتحاق نذكروا بالموقع اللي هو 3w.babzman .com. راح تشوفوا اسفل الشاشه العنوان الالكتروني 3w.babzman.com. هذا الموقع بالنسبه فقط للموقع الاول الخاص بوزاره المجاهدين ونذكروا به، نذكروا به هو 3w.m-6mujahideen.com. هذا الموقع الرسمي لوزاره المجاهدين الوزاره المعنيه اللي تقدم لكم مختلف العناوين ومختلف المواعيد كما رانا نشوفوا، حتى مختلف الزيارات اللي تقود المسؤولين على هذا القطاع ومختلف الاحتفالات ايضا هذا القطاع بمناسبة أيضا الأيام التاريخية والأعياد الوطنية، حتى الأعمال اللي تكون أعمال ربما مشتركة ما بين وزارة المجاهدين وزارة التعليم العالي ما بين مختلف القطاعات تقدم من خلال هذا الموقع. كان أيضا أرشيف
الأخبار والأنشطة والأرشيف التاريخي أيضا للجزائر، لأنه مهم جدا مهم جدا نتعرفوا على الأرشيف من خلال تاريخ الجزائر. أناشيد وطنية، عرض طوابع بريدية، احتفالات أيضا بمختلف المواعيد، وكان أيضا مواقع هامة، المواقع اللي عندها صلة مباشرة بموقع وزارة المجاهدين. أيضا لقوا خطاب رئيس الجمهورية من خلال مختلف الأعياد الثورية والتاريخية. هذا محور برنامج الاحتفال بالذكرى 61 أنا نوفمبر الحرية من أجل العهد مع البناء، هذا هو الشعار اللي كان اختير هذه السنة للاحتفال بالذكرى 61. وعلى ذكر الذكرى 61 ذكروا أنه في الذكرى الماضية ذكرى 60 كان كاين موقع خاص بالستينية، ستينية اندلاع الثورة، كان كاين موقع خاص أنشئ خصيصا احتفالا بهذا الذكرى، ذكرى ستينية الثورة المجيدة. نلقاو كل معلومات، والشيء اللي ربما إيجابي في هذا الموقع هو أنها معلومات أكيدة وصحيحة لأنها تقدم من طرف جهات رسمية. والشيء الآخر إيجابي أيضا أنه حتى الأرشيف اللي نتعرفوا عليه من خلال هذا الموقع يكون أرشيف صحيح وغير مزيف، لأنه مقدم من طرف وزارة المجاهدين الوزارة المعنية. هذا اللي يخلي انه الواحد لما يحب يتعرف اما على اجنده الاحتفالات بالنسبه لذكرى 61 حيصيبها، مختلف الاعياد الوطنيه من يوم الوطني الشهيد، بجزيره 8 مايو، يوم الطالب، عيد الاستقلال والشباب وغيرها، يوم الهجره، عيد الثوره، مظاهرات الشعب، ايضا مختلف المواعيد التاريخيه والثوريه نصيبوا تعريف خاص بهذه المواعيد، ربما بالنسبه حتى للمبتدئين، بالنسبه للشباب، بالنسبه للاطفال الصغار ايضا اللي حبوا يتعرفوا على الجزائر. احنا وللمحترفين ايضا كاعلاميين ايضا كاعلاميين احنا ننصحوا الاباء انهم ينصحوا ابنائهم التعرف على مختلف الأحداث التاريخية من خلال مواقع رسمية لتقدم معلومات تاريخية رسمية وغير مزيفة أو غير ما فيهاش تغيير يعني. وهذا اللي عشناه اليوم معك من خلال صباحكم في هذا المواقع، موقع وزارة المجاهدين أو موقع شباب محبوا ينشطوا في هذا المجال وحبوا أنهم يعرفوا ببلادنا. باب زمان بابزمان.com. من خلال هذين الموقعين نعود نوجه تحية كبيرة، تحية لكل شعب الجزائري بمناسبة احتفال بالذكرى 61 لعيد الثورة، عفوا لاندلاع الثورة المجيدة. نقول إن شاء الله كل عام والجزائر وأبناء الجزائر أيضا بألف خير. بألف خير، شكرا لك يوسف، ونتلقاه إن شاء الله الأسبوع القادم بحول الله تعالى. الأسبوع القادم ونهاية الأسبوع القادم إن شاء الله مع الفقرات الجديدة دائما من خلال برنامج صباح الخير يا جزائر. بحول الله تعالى، يعطيك الصحة يوسف. كان دانا يوسف في مواقع خاصة بتاريخ الجزائر، مواقع تروي تاريخ الجزائر، هذا التاريخ اللي تكتب بدم شهداء ضحوا من أجل أن نعيش اليوم أحرار ونعيش في استقلال تام. مليون ونصف مليون شهيد ضحوا على هذا التراب، من أجل التراب ضحوا بالنفس والنفيس من أجل أن تحيا الجزائر. ذكرى 61 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، هذه الذكرى اللي ترجع من جديد لنعيش هذه الذكرى في جزائرنا، جزائرنا الحبيبة، جزائرنا
المستقلة الحرة على هذا التراب اللي ضحوا عليه مليون ونصف مليون شهيد. احنا تحيتنا لكل الجزائريين وين ما كانوا داخل التراب الوطني وخارج التراب الوطني، حين يعيشوا معنا هذا الحدث من خلال قنوات التلفزيون الجزائري، اما في نقل مباشر للفعاليات الاحتفالات بهذا الذكرى ومن خلال برنامج صباح الخير، وراح يكون عدد خاص مع محسن بفقرات ومواضيع، وحتى الضيوف راح يكونوا حاضرين غدا بحول الله تعالى لنعيش هذا الذكرى 61. نعيش ايضا من خلال برنامج صباح الخير الحدث الصالون الدولي للكتاب بالجزائر في طبعته 20، ومتواجده زميلتنا امينه عرجان على مستوى قصر المعارض الصنوبر البحري، اقول مع فرقتنا التقنيه في نقل مباشر لفعاليات هذا الصالون. قولك صباح الخير امينه. نعم صباح الخير يوسف، صباح الخير مشاهدينا. رانا متواجدين في اليوم الثالث بقصر المعارض الصنوبر البحري لتغطية فعاليات الصالون الدولي للكتاب في طبعته 20، والذي جاء هذه السنة تحت شعار 20 عاما في الواجهة، 20 عاما من الأدب والمعرفة، 20 عاما من القراءة والكتابة، و20 عاما هو عمر هذا الصالون. هو واحد من شعراء الشعر الشعبي بالجزائر، ابن الصحراء أو ولد الصحراء، وابن عاصمة الزبان ومدينة الواحات بسكرة، شغوف بالشعر العربي الأصيل لدرجة أنه أسس مجموعة شعراء الجمعية الوطنية للشعر العربي بالجزائر، لقب بشاعر الأطلس وعرف بالشاعر الشعبي والمؤرخ الحقيقي لقضايا وطنه، له عدة إصدارات ودواوين شعرية. الشاعر توفيق ومان ضيف برنامج صباح الخير يا جزائر مباشرة من الصالون الدولي للكتاب. مرحبا بك سيدي. مرحبا بك وشكرا على هذه وعلى هذا التقديم الرائع، وصباح الخير إلى كل الشعب الجزائري ونهنيه بهذا اليوم الأغر، وإلى كل مشاهدي التلفزيون الجزائري. شكرا السيد توفيق ومان. بداية السيد توفيق ومان، هل استطاع معرض الكتاب أن ينشط الفعل الثقافي في الجزائر وينعش الحياة الثقافية، وهل سيجد المثقف ضالته في هذا المعرض، وماذا أضاف المعرض لدور النشر الجزائرية للقارئ الجزائري وللمثقف، وهل فتحنا فعلا هذا الصالون على العالم كما جاء في شعار طبعته 18؟ شكرا على هذا السؤال الشامل والجامل لكل الأشياء الجميلة لهذه الطبعة. طبعا الصالون الدولي للكتاب أصبح مرجعا ثقافيا في الجزائر والعالم العربي ككل، ليس بالجزائر فقط، وهو يعتبر بمثابة الدخول الأدبي في الجزائر، مع أنه الحمد لله أصبح من تقريبا رابع أكبر صالون في العالم، مش وكأول صالون في العالم العربي والإفريقي، نحن نفتخر به كثيرا. أضاف الكثير للمثقفين والكتاب والمبدعين بشتى أنواعهم، ودور النشر أيضا، ودور النشر كذلك، لأن في إطار سياسة الدولة أنها تدعم دور النشر أضاف الكثير، وأصبحت المكتبة الجزائرية غنية كثيرا بالإصدارات. هذا فخر لكل المثقفين الجزائريين، لأن قرابة أكثر من 1500 عنوان سنويا مدعمة من طرف الدولة موش بالشيء الهين، إنه استثمار ثقافي حقيقي تقوم به الدولة والناشرين والكتاب كذلك، لأن عندما تعطي الفرصة إلى الكاتب أنه تقدم له الدعم أنه ينشر الإبداع نتاعه، هنا بمثابة تعطيله التحفيز، نعم التحفيز، ويقدم العطاء أكثر، لأن عندما يحترق المبدع وما يوجدش أين يوصل الإبداع نتاعه شيء مخيب، لكن عندما يرى إبداعه يوصل إلى القارئ الجزائري وفي العالم العربي من خلال الصالون الدولي للكتاب، هذا يعطينا اعتزاز ودفع أكثر للإبداع. أكيد سيد توفيق موان، وهذا إن دل على شيء، إنما يدل على أنه الصالون الدولي للكتاب قد أخذ أبعادا كبيرة جدا، والدليل على ذلك أنه الكثير من الدول تريد المشاركة في هذا العرس الثقافي والذي يعتبر الأول إفريقيا والثالث عالميا بعد الهند وألمانيا. السيد توفيق ومان، لو نتكلم الآن عن المقروئية، كيف تقيمون واقع المقروئية في الجزائر؟
والله واقع المقروئية لابد له دراسات يعني اجتماعية وسوسيولوجية معمقة باش نقدر نعرف المجتمع وأين وصل في هذا الإطار. هناك لكن إحصائيا نقدر نقول هناك مقروئية عندما نقوم بعملية بسيطة، عدد زوار المعرض اللي فوق يوميا 1 مليون زائر، كذلك عدد المشتريات يعني ما يقتنيه الزائر كتب دينية. نعم. من كتب طبعا كل 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 الإصدارات سواء الكتاب الأدبي العلمي التكنولوجي الجامعي الكتاب الجامعي المدرسي الأطفال الأدب كل التاريخ الفلسفة كل أنواع ذاك. يعني هناك بعض دور النشر اللي ربما تنفذ لهم الكتب نتاعهم يعني ما أوتي به إلى الصالون سواء جزائرية أو عربية، وهذا أصبح لدور النشر العربية والعالمية تهافت على لأنهم يحققوا رقم أعمال كبير جدا، وهو الأول كما قلت سابقا في العالم العربي والإفريقي من ناحية رقم الأعمال وكمية رقم الأعمال. نعم. والمبيعات، ولهذا نقدر لما نشوف بعملية بسيطة نقول هذا شعب يقرأ، لكن في الواقع المعاش هناك تحفظات وهناك أشياء لابد لها أن تكون بدراسات معمقة. أكيد سيد توفيق ومان، نحن في اليوم الثالث من الصالون، هل في رأيك تلك الأمواج البشرية التي نراها وهي محملة بالكتب ظاهرة صحية أم رديئة؟ طبعا كما يقول المثل شعب يقرأ شعب لا 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 يستعبد ولا يموت. يعني في القراءة أول ما أنزل به إلى سيدنا محمد هو كلمة أقرأ، ولهذا فالقراءة هي زاد الروح، هي المعرفة، هي المستقبل، هي كل شيء. عندما نشوف أطفال صغار يعني والله العظيم غير يفرح الإنسان، نشوفوها منعكف وهز كتاب ويطلع ويتصفح فيه، هذا مكسب، هذا استثمار للأطفال نتاعنا. ولهذا شيء جميل أن نرى في صالون الدولي للكتاب الجزائر هذه الأجيال والأمواج البشرية كما قلتي تتدفق على الأجنحة وتقتنف الكتب وتطلع. عندما نشوف أي إنسان مهما كان سنه أو صفته أنه يرفد الكتاب ويتصفح ويشوف حتى الفهرس برك، فهذا مكسب، فما بالك أن يقرأ. أكيد الكتاب. السيد ومان عندي سؤال، أنا أعرف أن الأسعار ليست من اختصاصكم بالدرجة الأولى. نعم. ومع ذلك سأطرح السؤال لأنه يقال هل تتوقع أن تكون الأسعار معقولة في نظر الزوار أو في نظركم أنتم السيد ومان، لأنه يقال أن إشكالية الكتاب في الجزائر تكمن في سعره المرتفع. نعم سابقا علاش؟ لأن ما كانش كاين الدعم من طرف الدولة، كان احنا نعرف أن الورق نستورده من الخارج وبالعملة الصعبة وسعر الورق ارتفع غالي جدا مع الأزمات العالمية في السوق العالمية. لكن عندما أصبحت الدولة تدعم الكتاب عن طريق دور النشر والكتاب، هنا لاحظنا نوعا ما انخفاض في سعر الكتاب وعاد يقدر يتحصل عليه. لكن هناك بعض الاختصاصات اللي ما زالت مرتفعة نظرا للقيمة العلمية نتاعها، ولهذا الكتاب الأدبي في متناول الجميع، الكتاب الأطفال في متناول الجميع، هناك بعض الاختصاصات تبقى غالية كما قلت لنظرا لتعمقها وتعمقها وقيمتها العلمية، لأن العصارة تاع المادة الرمادية تاع الإنسان المبدع أو المفكر أو العالم هي اللي نعطولها القيمة هذه. وأكيد أنكم ألا ترون أن الإنترنت أيضا أثر على المقروئية في الجزائر؟ طبعا هذا شيء معلوم يعني مع تطور العالم وتطور التكنولوجيا، لكن يبقى الكتاب هو الكتاب. يعني الورق وريح عندما تشمي الكتاب ريحته وتتحضنيه عنده قيمته وعنده الشارم تاعه كما نقولوا خصوصيته، خير جليس في الأنام الكتاب. نعم. كما يقال. نعم. السيد توفيق ومان، على هامش المعرض ستنظم عدة محاضرات ملتقيات. نعم. وطاولات مستديرة سينشطها العديد من الكتاب العرب والأجانب، منها الإسلام والحداثة، منها أيضا مجازر 8 ماي 45. إلى أي مدى سيكون هذا النشاط مفيدا للساحة الثقافية والأدبية؟ طبعا الكتاب وحده لا يكفي، هذه عملية تجارية ربما، لكن من يطعم هذه الفعالية هو أي صالون أي تظاهرة، اللي طعمها هو ندوات، اللي يزيد من القيمة العلمية نتاعها والانتفاع بها هو جلب استضافة المفكرين العالميين والعرب والجزائريين
وكذلك الاستفادة منهم من الأطروحات والمداخلات والاحتكاك، لأن دي تقدر بكلمة ربما مش موجودة في الكتاب لكن تلقيها في عقل المفكر. يلا سيد توفيق ومان، قبل أن تغادرنا هل لك أن تحدثنا عن إصداراتك الأخيرة في مجال الشعر؟ والله آخر إصدار اللي دخلت به السنة لصالون الكتاب هو حروف الدواخلي. حروف الدواخلي هو كتاب زجلي مقسم إلى ثلاث أجزاء. أولا حروف الدواخلي للجزء الأول وهي نصوص حداثية، ثم الومضة أو شعر الهايكو في بالعامية، وهو تقريبا أول ديوان في الجزائر في هذا النوع من الإبداع الجديد. وثالث الجزء الثالث فيه ثلاث نصوص كلاسيكية تلحنت وتغنت مؤخرا وما كانتش منشورة في الدواوين السابقة، كتبتها في هذا الديوان. وهل لك أن تلبسنا شعرا من قصائدك الجميلة والرائعة، خصوصا وأنت معروف بقصائدك الجميلة والرائعة، وحبذا أن تكون ثورية وطنية بما أن المناسبة نعم. هي احتفالية الجزائر بالذكرى 61 لاندلاع الثورة التحريرية، هذه الذكرى العزيزة والغالية على كل جزائري وجزائرية. تفضل. طبعا شكرا. من ديوان حروف الدواخلي، نص قدسية الوطن، وهذا نص نعتز به لجزائر الثورة. تفضل. وهو نص حداثي. السلام عليك، السلام عليك في نهار العيد، يا ذراع صنديد، يا فات الجوارح القطاود فنت العربيد. السلام عليك، السلام عليك يا مسرح طريق الغزال، في التلال والسحاري وروس الجبال وملين الحديد، بالشيح والزعتر والتمر صار فال. السلام عليك، السلام عليك وشاب الراس، وصفى فيه هنداس، والرمش ما عاد نعاس، والمآذن الشامخة وسط الأحباس. السلام عليك، السلام عليك يا ولد الفحول، من مزغران للزعاتشة كنت تقول، وحرف بالخير بالسمق والفرس راه يجول. السلام عليك، هذه ثورة داروها رجال، والسحاب كثف المطر وسقى الجبال، بدموع ودم وريق صافي رتل الأنفال. السلام عليك، السلام عليك بالخماسي وريحة البارود، بن مهيدي وباجي والحواس لمشون شيعود، حسيبة وبتيع ومارع دمهم النمرود، ودمهم ما خان العهود. السلام عليك، السلام عليك يا جملة الشبال، شرقها وغربها وسحاري وتلال، ودمنا في الجبال ما عاد فال، ونوفمبر دون القوال. السلام عليك، السلام عليك الطير عليك زغراد، وفي الصيف جاء من الابعاد، جويليا كان الميعاد، والحرف شد السطر ومض القلم وسرح الميداد. السلام عليك، السلام عليك يا وطني وغير وطني اللي نعافر عليه الناس، وطني يا وطني شعبك دواخله مليان احساس. السلام عليك، السلام عليك بالفرح والعهود، الجزائر صرحها مشدود، وطني يا غايه يا غايه المنشود، الجزائر بعد ربنا ونبي نموت عليها ونذود. السلام عليك. يعطيك الصحه سيد توفيق ومان، وبهذا الصوت الشجي الذي يتغنى بالوطن ناتي الى ختام هذا اللقاء الشيق والجميل معك سيد توفيق ومان. اشكرك جزيل الشكر لانك كنت حاضر معنا مباشره من خلال برنامج صباح الخير يا جزائر، ونتمنى لك ان شاء الله المزيد من النجاح والتالق. شكرا جزيلا، والى التلفزيون الجزائري اللي هو حضننا، وشكرا مره شكرا اخرى. شكرا سيد توفيق ومان. اذا هنا مشاهدينا كنا معكم مباشره من قصر المعارض الصنوبر البحري لتغطيه فعاليات الصالون الدولي للكتاب في طبعته العشرين رفقه فرقتنا التقنيه HD5. غدا بحول الله ستلقاكم زميلتي اسمى لوناس في بث مباشر اخر يدخل دائما او يصب في اطار فعاليات الصالون. وعوده ليك يوسف والى الاستوديو المركزي. يعطيك الصحة أمينة، شكرا لك على هذا البث المباشر المزدوج من قصر المعارض الصنوبر البحري في إطار تغطية فعاليات الصالون الدولي للكتاب بالجزائر. حيثنا أيضا لفرقتنا التقنية HD5 وللمخرج سمير أية العمارة اللي كان معاك في هذا البث المزدوج. هذا الصالون ممكن اللي أيضا يعيش الحدث أقول الذكرى 61 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، كما احنا أيضا نعيش من خلال برنامج صباح الخير، كما تكيفت فقرة صباحكم ورحنا بكم في مواقع وطنية لها علاقة بتاريخ الجزائر، أيضا للسياحة علاقة بالترويج للتاريخ الجزائري، تاريخ هذا البلد اللي مات عليه 1.5 مليون شهيد.
مثال الوفاء يا شهيد يا شهيد الوطن. في هذا اليوم المشهود من أيامنا المجيدة واعتزازا بكل ما أنجزه شعبنا العظيم بفضل الإيمان الراسخ والكفاح المتواصل والتضحية الجسام، دشن تكريما وتخليدا للأبناء البررة الذين جادوا بأرواحهم على مر الأجيال والعصور دفاعا على الوطن المفدى وتحريرا لأرضه من الغاضبين ومن الاستعمار وإرساء لدعائم الحرية والعدالة الاجتماعية وضمانا لكرامة الإنسان وحماية له من كل استغلال وتأكيدا لهويته الحضارية وتدعيما للمقومات الشخصية الوطنية الجزائرية. فليكن هذا المقام رمزا لكل فدا وكل تضحية نبيلة في سبيل عزة الوطن ومجده وازدهاره. هذه الكلمات التي كتبت على صخرة تاتشيني مقام الشهيد الذي يعتبر وجهتنا السياحية اليوم. مشاهدينا الكرام صباح عليكم بالخير وصباح عليك كذلك زميلي يوسف. صباح الخير أسماء، ووجهة ستكون إلى معلم من المعالم السياحية التاريخية بالفعل الجزائر. يوسف كذلك ما كنت قلت قبل الفاصل، السياحة لها علاقة كذلك بالتعريف بالتاريخ المجيد الذي كتبه الشهداء الأبرار الذين رووا أرض الجزائر الطاهرة بدمائهم. نشاهد الموضوع للتعرف على هذا المعلم ثم نعود للتفصيل والتعرف عليه من الجانب السياحي. هو نصب تذكاري يرمز للمرحلة التاريخية الجزائرية ويخلد أرواح شهداء الثورة التحريرية. يتربع بمرتفعات الجزائر في بلدية المدنية مطلاً على جمال وأحياء العاصمة. بني مقام الشهيد سنة 1982 وهو يعتبر أهم معلم تاريخي للجزائر المستقلة، كما أنه يعتبر من الأماكن المختارة من طرف السياح نظراً لرمزه التاريخي وأهميته السياحية بالجزائر. يبلغ طول المقام 92 متراً وهو تحفة معمارية ونصب لثلاثة أوراق نخيل تجتمع في الوسط لتتفرق مرة أخرى في الأعلى. وعند بداية كل سعفة نجد تمثالاً لشهداء الجزائر الأبرار، كما نجد أيضاً بالجزء السفلي للمقام المتحف الوطني للمجاهد وهو يحمل في زواياه تاريخ الثورة التحريرية وشهدائها ومجاهديها، ما يزيد المنطقة قيمة وهو ما يساهم كذلك في تعريف السائح على تاريخ الجزائر. غير بعيد نجد كذلك المتحف المركزي للجيش وهو يحوي على كامل المراحل التي شهدتها الجزائر من العصر الحجري إلى العصر الحالي. إضافة إلى هذه المعالم التاريخية يجد السائح متعته برياض الفتح في المركز التجاري الذي يحتوي على مطاعم ومقاهي ومحلات تجارية أخرى. يعرف رياض الفتح إقبالاً من طرف العائلات والأطفال للاستمتاع والتسوق، كما أنه يحتضن منظراً رائعاً لمقام الشهيد من بعيد. هو إذن رياض الفتح الذي اعتبر دائما وجهة مختارة للعائلات الجزائرية والسياح الأجانب قصد رؤية مقام الشهيد أو التعرف على تاريخ الجزائر المجيد وحتى التمتع من أعالي العاصمة بمنظر مطل على جمال وروعة الجزائر البيضاء. من جهة معلم تاريخي ومن جهة معلم سياحي. بالفعل يوسف، ربما احنا في العاصمة كان صحت لنا كلنا الفرصة ان نزور مقام الشهيد، لكن من الولايات المجاورة السياح او الاجانب كيجوا الى المنطقة يروحوا اليها
لأنها وجهة سياحية، معلم مميز، وهو لم يبنى يعني تفاخرا ربما بالفن المعماري ولكن تخليدا لأرواح الشهداء. ونحن نعيش الذكرى 61 لاندلاع الثورة التحريرية، وهي ذكرى مجيدة وعزيزة على كل أرواح الجزائريين. يعني المنطقة هنا أمس كنا مرينا من هناك بعد ما خدمنا الموضوع، كنا مرينا والله يوسف تصدقني أنه المكان كله مملوء بالعائلات مساء، يعني كانوا هناك يعني منطقة تعرف سياح كثر، خاصة بتواجد رياد الفتح في يعني مجمع تسوق لرياد الفتح، يعني هناك فيه كذلك يعرف إقبال ونشاط من مختلف السياح، سواء للحانوت اللي موجود تما أو مختلف قاعات السينما أو حتى المقاهي الموجودة هناك، هذا يكثر النشاط والسياحة في هذه المنطقة. إلى المعلم الذي هو حديثنا لنهار اليوم، مقام الشهيد الذي بني على شكل ثلاث سعفات التي تلتقي في نصفها وبعد يرتفع على طول 92 متر، يعني هو مميز جدا. فيه في كل بداية سعفة يعني رجل يمثل وحضارة من الحضارات الجزائرية، المقاومة الشعبية أو الثورة التحريرية كذلك. هنا نشاهد أن هذه الصخرة يعني متاحة للجمهور أنهم والناس يروحوا إلى هذه المنطقة لتعرف عليها أو لأخذ صور تذكارية. هو يطل على كل الجزائر، شرفة تطل على كامل الجزائر كونه يأتي في أعالي العاصمة وفي منطقة المرادية أكثر تحديدا. كذلك الوصول إليه يقدر يكون عن طريق التليفيريك يوسف، ليمنح كل المشاهدين وكل الزوار إلى هذه المنطقة إطلالة سياحية مميزة على كامل الجزائر. يعني فيه عدة مناطق، عدة أماكن لاختيار مناطق يعني لأخذ صور تذكارية، كما نشوفوا المجاهدين اللي كنت قلت لك يمثلون الحركة الوطنية. فيه متحف كذلك يوسف، فيه متحف الوطني للمجاهد الذي يروي تاريخ المجاهدين، فيه شهادات ودلالات، أسلحة، ثياب وأدوات كانوا استعملها المجاهدين أثناء الثورة التحريرية. فيه كذلك مكان يعني يشعرك بالقدسية، فيه تلاوة للقرآن كذلك في هذه المنطقة ترحما على أرواح الشهداء. كذلك هنا نشاهد المتحف المركزي للجيش الذي كذلك يحتفظ بتاريخ الجزائر على كامل المراحل التي مرت إليها عليها حتى قبل الثورة التحريرية. ما فيهش يعني منطقة مخصصة فقط لجناح مخصص للثورة التحريرية وجناح مخصص لكل الحضارات التي كانت عرفتها الجزائر، وهكذا يمنح معلومات قيمة عن الجزائر وعن مراحلها التاريخيه التي كانت عايشه. مليح لما الواحد يروح ممكن الى مقام الشهيد انه يزور مقام الشهيد، يزور رياض الفتح هذا المجمع التجاري، كما يقدر انه يزور المتاحف ايضا. صحيح يوسف، الايام كانت ممطره لكن نشوف انه اقبال السياح عليه بكثره، قلنا حتى العائلات يروحوا الى هذه المنطقه، منطقه تبقى دائما عزيزه على الجزائريين كونها ترمز الى تاريخ مميز يفتخر به الجزائريين دائما، وهو تاريخ اول نوفمبر وتاريخ الخامس الجويلية الذي يرمز الى استقلال الجزائر. كنا نشوف كذلك في رياض الفتح المجمع التسويقي الذي يتواجد هنا، فيه عدة خيمات صحراوية لتبين كذلك حضارة وتاريخ وتقاليد المنطقة الصحراوية في الجزائر، وهي أكثر منطقة مشهورة بتقاليدها في الجزائر. هنا هذا ربما للسياح اللي ما يقدروش يروحوا إلى الصحراء يتعرفوا لاقتناء التذاكر وحتى التعرف على طريقة عيشهم. كنا نشوفوا حتى الصحراويين في المنطقة هذه والخيمات تاعهم. هذا اللي يخلي أنه مقام الشهيد يعتبر قبلة السياحية ويستقطب العديد، خاصة أنه نعرف أنه كل دولة في العالم بلك عندها معلم يرمز لها. لما نقوله على سبيل المثال تمثال الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية، أو ساعة بيج بانك في لندن أو في بريطانيا، نقوله مقام شهيد هنا في الجزائر. صحيح يوسف، وكنت قلت لك أنه بناية هذا المعلم لم يكن ربما تفاخرا بالفن العمراني أو ربما، لكنه كان تخليد لذكرى أرواح الشهداء الذين حرروا البلد وكانوا قد استرجعوها بكل عزة وكرامة. وهذا ربما المعلم يحفظ هنا تاريخ جميل، سواء من المتاحف التي تتاح للجمهور زيارتها كل يوم مفتوحة، يعني تحفظ تاريخ لتعرف على تاريخ الجزائر، سواء السياح المحليين أو حتى السياح الأجانب الذين يريدون التعرف على تاريخ الجزائر الكبير والمجيد والذي نزدهر به دائما ونفتخر به. وحاجة مليحة أنه نعيش فيها أيضا مختلف تظاهرات، المهرجانات، المعارض أيضا. كنا عشنا معك معرض صالون الإبداع. صالون الإبداع الذي كان أقيم في رياض الفتح، صحيح يوسف، وكانت فرصة لربما لكل المشاهدين وكل زوار الصالون أنهم يتقدموا إلى هذا المعلم. بالفعل أسمع، ومن جهة أخرى أيضا ممكن نقول أنه هذا المكان وهذا المعلم يعيش أيضا زخم موسيقي
من خلال مختلف البرامج المسطرة من طرف ديوان رياض الفتح اللي هو أيضا يشتغل في هذا المجال ويدير مختلف ممكن البرامج الموسيقية. صحيح يوسف، هذا كله ربما قصد تطوير وازدهار السياحة في المنطقة وكثرة زيارتها. كنا شفنا حتى مهرجان الأغنية الشعبية في رمضان كان أقيم في المنطقة. صحيح أن المنطقة عندها قدسية لكنها تبقى سياحية مفتوحة للعائلات سواء في الأيام الأسبوع أو في حتى نهاية الأسبوع كذلك، التي تعرف إقبالا مميزا من طرف السياح ومختلف الأجانب. كنا تلاقينا بحتى أجانب هناك في المنطقة من النمسا يوم التصوير، كانوا هناك في المنطقة لأخذ عدة ربما صور تذكارية، خاصة وأنه يمنح إطلالة مميزة على كامل الجزائر من هناك ويفتح ربما مجال للتعرف على جمال الجزائر البيضاء من خلال هذه الإطلالة ومن خلال التجول به وأخذ عدة صور تذكارية. في كل مرة يوسف يعني نروح إلى وجهة سياحية، الوجهة اليوم قررنا أنها تكون تاريخية مربوطة بالذكرى الوطنية، ونحن نعيش عشية افتتاح عشية اندلاع الثورة التحريرية في الذكرى 61 لهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا. أكيد. فأكيد فكل شيء ربما يرمز إلى التاريخ في الجزائر، حتى السياحة ربما كذلك تساهم في التعريف بهذا التاريخ والمحافظة عليه. هذا أكيد أنه نعيش من خلال برنامج صباح الخير الحدث بمختلف الفقرات اللي ممكن تتكيف حيث كما تكيفتي أسماء وكيفتي يعني الوجهة نهار اليوم وخليتها لنا تاريخية سياحية بامتياز. يعطيك الصحة أسماء. شكرا لك يوسف. فقط نقول أنه الوجهة كذلك هي تفرض نفسها لأن الجزائريين مؤمنين بقدسية هذا اليوم وكذلك ما زالهم مفتخرين بهذا اليوم، لذلك يروحوا في كل ذكرى وطنية إلى هذه المنطقة لأخذ صور تذكارية وللترحم على أرواح الشهداء الأبرار. بالفعل والله يرحم كل الشهداء. شكرا لك أسماء. شكرا لك. إن شاء الله في وجهة سياحية أخرى مميزة في الجزائر القارة إن شاء الله، ونتلقى معك من خلال بث مزدوج مباشر من قصر المعارض الصنوبر البحرية إن شاء الله في تغطية لفعاليات صالون الكتاب أيضا في طبعته 20. بالفعل أسماء شكرا لك. حنا ندعي كل كبار كل صغار أنهم يروحوا إلى مقام الشهيد، لما لا باش يزوروا هذا المكان، خاصة صغار أننا نعرفهم بتاريخنا تاريخ بلادنا ونعرفهم بالأماكن الرائعة في بلادنا الحبيبة. الصغار أيضا عندهم يعني موعد لما لا من خلال برنامج صباح الخير للحديث عن برنامج مخصص لهم من خلال قنوات التلفزيون الجزائري. استوديو صغار بعد الفاصل حندر تشوف فيها أكثر. أهلا وسهلا يا أطفال، هنموني استوديو صغار، واش راكم؟ لاباس. وين فين تشوفوا استوديو الصغار؟ لا. آه، شكون هذا الصديق اللي جا جديد استوديو الصغار؟ مرحبا بكم. صفقوا عليه. اهلا بكم اصدقاء الاطفال في حصه استوديو الصغار. ما عجبتنيش عطوني وحده اقوى. استوديو الصغار. اختار رقم من الارقام من 1 الى 12 اللي تحبوا انت. 28 أكتوبر ذكرى استرجاع السيادة على مؤسستي الإذاعة والتلفزيون، خصصنا موضوع هل تعلم لنهار اليوم استوديو صغار.
نقدروش نتكلموا على اليوم الوطني للصحافة وما نتكلموش على أنواع الصحافة اللي هي الصحافة المكتوبة، الصحافة السمعية البصرية، صبر الآراء، ونترحموا على شهداء الميدان عبر هذه اللوحة. نحن أطفال الوطن، نحن أرباب الهمم، نحن أطفال الوطن، نحن أرباب الهمم، كلنا لسلم جند نبتغي كشف الظلم، كلنا لسلم جند نبتغي كشف الظلم. لقطات من العدد اخر عدد ممكن من استوديو اسيغا. صباح الخير وزار. صباح النور يوسف، واش راك لاباس؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. هادو كان لقطات جبتيهم لنا من اخر عدد. هاد اللقطات الشابه اللي شفتوها الان اصدقائي الاطفال كنت تبعوا صباح الخير يا جزائر، تصبح باش تشوفوا طاطا روزا في البرنامج وتشوفوا يوسف حميد. هاد اللقطات تاع اخر عدد من برنامج استوديو صغار الخاص ب 28 اكتوبر، ذكرى استرجاع السياده على مؤسستي الاذاعه والتلفزيون. نفس التشويق والاثاره راح تكون في العدد المقبل بحول الله يوسف ان شاء الله، لانه الحدث راح يكون ماشي 28 اكتوبر وانما راح يكون الفاتح من نوفمبر عيد الثوره المجيده. راح يكون هناك برنامج نظن خاص عندك. ما زالت الاحداث تتوالى على الجزائر، ذكرى استرجاع السياده على الاذاعه والتلفزيون، ثم ذكرى اندلاع الثوره المجيده، ذكرى ال 61، اكيد راح نحتفلوا بهذه المناسبه في برنامج استوديو صغار، وراح يكون من خلال اناشيد ومسرحيات خاصه بالفاتح نوفمبر. ضيوفنا راح يكونوا مدرسه سعيد حجار. تعرف يوسف انه في كل عدد من استوديو صغار نستضيفوا مدرسه هي اللي تحضر النشاطات وتشارك فيها في البرنامج. وكي نقولوا النشاطات اللي يكونوا في البرنامج نقولوا مسرح، انشوده، مسرح، عدستي، لنكتشف، سافر معي. لنكتشف يوسف الهدف منه شنو؟ الاطفال تعرف يسقسوا بزاف الاطفال، شحال يسقسوا. هذه حاجه اللي تميز بالك الطفل، لانه كل حاجه يشوفها لك هذه وشنو هذه. علاش هذه؟ كي نكون في البلاطو ندير في زملاء تقنيين يديروا لي لو ميكرو لا باستي، يبقاو يعسوا هكذايا. وهذيك علاش؟ هذا وشنو؟ كيفاش يدير؟ هذاك وشنو؟ تشرح لهم يعني نسعفهم كما يقولوا، هذاك يحبوا يسقوا فيا باش يتعلموا. لنكتشف يوسف موضوعها في العدد المقبل بحول الله لاشيمينمون دو كوريي، اي عمليه تسليم البريد كيفاش تكون؟ كيفاش تكون؟ كيفاش تكون؟ هل تعلم شحال يحبوا الاطفال فقره هل تعلم؟ خاطرش عندنا كات طابلات غانيي مهدد طبعا من طرف راعي البرنامج. بعد القرعه راح الاسئله راح تكون، تلاميذ ضيوفنا راح يجاوبوا عليها، والهديه اللي يجاوب صحيح. وشنو هو هاد المرة؟ هاد المرة نقول لهم لو يشاهدوا صباح الخير الجزائر، راهم جايين عندنا استوديو صغار اليوم الثلاثاء بحول الله، الموضوع راح يكون البطريق، دوك راح يحوسوا كامل هما يعرفوا شوية واش كاين. هذا اللي راح يكون إن شاء الله هذا الأسبوع، وأكيد راح ينتظروك يوم يوم الثلاثاء كيما مداريين على الجزائرية الثالثة، نفس الحلقة تتابعوها على القناة الأرضية يوم السبت بحول الله، وتابعونا كذلك يوم الأربعاء على قناة كانال الجيري. إن شاء الله يكونوا في الموعد كل الأصدقاء الصغار اللي راهم يشاهدونا، رايحين يشاهدوك. أكيد لك الصحة رزق كنت معنا في هذا الصباح، والموعد الأسبوع المقبل إن شاء الله. على جواب واجب بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة المجيدة ذكرى 61، هنئ كامل الشعب الجزائري لهنا إن شاء الله، والكامل الأمة الجزائرية خاصة للأطفال. شكرا لكم، بقوا على خير. يعطيك الصحة رزا. وحنا نقول لكم مشاهدينا باستوديو صغار نوصل معكم إلى ختام برنامج صباح الخير هي الجزائر لهذا أصبح من يوم السبت. غدوة إن شاء الله يلاقيكم محسن في عدد خاص احتفالا بالذكرى 61 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة. كما قلت مواضيع فقرات وحتى ضيوف حيكونوا حاضرين معنا هنا في برنامج صباح الخير إلى غاية منتصف النهار في عدد خاص. كونوا في الموعد مع محسن بوزرطيت. سلام. ونعصف من الظلم والظالمين سلاما سلاما جبال البلاد، فأنت القلاع لنا والعماد، وفيك عقدنا لواء الجهاد، ومنك
زحفنا على الغاصبين. قهرنا الأعادي في كل وقت فلم تجدهم طائرات العماد ولا الطنك ينشدهم في البوى فباءوا بأشلائهم خاسئين وقائعنا قد روت للورى بأن صمدنا كأسد الشرى فأوراس يشهد